نقشوا سويتهم كيف ما كيقولوا الذهب في تاريخ كرة القدم. حسن، السلام عليكم سي طارق، بخير؟ بخير كل شيء بخير، صحة لاباس؟ الله يطول عمرك، الأحوال طيبة، كي داير أنت؟ والله لا كل شيء بخير، الحمد لله الحمد الله لله. يحفظك. الناس بداو بكفرة بكفرة، نقول لهم كفرة فيهم ويبقاو مشتين. الحمد لله الحمد لله، هذا شيء. كتسمعني يا خويا حسن؟ كنسمعك كي داز نهار اخويا؟ مزيان، كلشي بخير. الحمد لله الحمد لله. بعدا كنحيي الناس اللي كيتابعوك، الحمد لله مرحبا اخويا. كنحييهم، وداك الشيء لان ما كرميكش بالورود سي طارق، لان لي لايف ديالك انا كنتبعهم قبل ما نطلع معاك. دابا الحمد لله كدير لي لايف اللي في المستوى، وكتجيب ضيوف اللي في المستوى. الله يحفظك. كما عرفتي انا الحجر الصحي قنطنا شويه وداك الشيء، الحمد لله مع لونترينمون ومع القرب العائله وداك الشيء، الحمد لله ما بقى قد ما فات، والامور ترجع كما كانت وما احسن ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا اخوي حسن على هذه الشهاده الزوينه ديالك، وكل صراحه شرف انه تكون معنا اليوم. انه حسن الطير ماشي غير كان كيطير في الكره، ولكن كيطير حتى في الاخلاق ديالو، كيطير حتى في التواضع ديالو، الاخلاق ديالو، التربيه ديالو، حتى في الباساج ديال الكره كامل، لا في الفرق اللي احترفتي فيها، لا في الرجاء، لا مع المنتخب الوطني فترات متقطعه، كان ديما ديك السيره ديال حسن طير سيره نقيه زوينه، يعني ما كاين ما نقولوا بكل صراحه، دازت مسيره موفقه بكل المقاييس. اللهم لك الحمد. شوف، من ورا الكوره كتبقى هذيك الصوره اللي كيتاخذ عليك الجمهور، ماشي سهله باش تخلي الاسم ديالك عند الجماهير المغربيه بصفه عامه، وعند الجماهير الرجويه بصفه خاصه. الحمد لله تخلي الاسم ديالك اللي كاع الناس كتحترمك وكتاخذ عليك صوره طيبه، والشهادات ديالهم فهي مجروحه الحمد لله. فهذا شرف لي انني لعبت في فريق كبير مثل فريق الرجاء البيضاوي، وبقات صورتي زوينه على الجماهير، وخليت البصمه ديالي رغم انني كان مازال نقدم الكثير، الا لانهم يستاهلوا الكثير ويستاهلوا الكثير. والحمد لله فاش كدوز ولا فيما مشيتي كتلقى الجماهير كتغنى بك، فهذا شرف كبير لي انا الحمد لله. هادشي اللي كاين اخويا، وهادو من بين الحويجات الزوينين في الكره، هو تيبقى ذاك الحب في الجمهور، واخا اللعاب تدوز 10 سنين 15 20 عام 30 عام، وكي كيبقى ذاك لو باساج ديالو في الذاكره ديال الجماهير، الفرقه اللي كيداز فيها ولا في المغرب كامله، تيبقى ذاك الحب المتبادل مع اللعاب، وهذا هما الاشياء الزوينه في الكره. خويا حسن، انت ولد الحب ديال الجمهور، الوالديه، الحب تفضل اخويا. قلت لك الحب ديال الجمهور ما كيتباع ما كيتشرى، هذا فضل من عند الله سبحانه وتعالى، باش تخلي البصمة ديالك وتخلي الناس تحبك، راه ماشي سهلة، وهذه ما كيعطيهاش الله لأي واحد. هادشي اللي كاين اخويا، وهذا وهادشي الرباح الكبير اللي خرجنا منه من الكرة هو الحب ديال الناس. الحمد لله اخويا، هو الله يخليك ديما في محبوب عند الجمهور اللهم الرجاء والمغرب اللهم عامة. انت ولد الوالدية، كاين بعدا شي دي زويت، كاين شوية ديال مرحبا الحوار. مرحبا اخويا الله مرحبا اخويا يحفظك. طارق. شوف، هذا الحظ الصحي مازال الحظر الوطني. الصحي، شوف هذا الحظر الصحي حبسنا من كل شيء، اللهم لك الحمد. غير شويه ديال الصبر كما قلتي، شويه ديال الصبر ان شاء الله غنرجعوا وناخذوا كل شيء وناكلوا كل شيء ونخرجوا نسافروا مع العائلات ديالنا، وكاع داك الشيء اللي بغينا نشوفه ان شاء الله. غير شويه ديال الصبر والامور غترجع كما كانت وما احسن باذن الله. ان شاء الله اخويا، ان شاء الله اللي كنتمنى مع الله، الله يحفظك. ملي سالي الكونفيرمو اخويا طارق، جي مرحبا بك، الله لا انت يحفظك ولا اخويا الناس حسن، كاملين اللي كيتابعونا عبر الله اللايف، ان يحفظك، شاء الله جي ومرحبا بكم. الله يحفظك اخويا حسن. لا لا يخطيك، الله يحفظك اخويا بزاف. دوك اخويا حسن، بديتي مع الرجاء 2000، انت ابن مدينة الوالدية، وكنحيو الناس اللي كيشاهدونا في الديريكت ولا غادي يتفرجوا فيه من بعد اونجيستري، كنحيو الناس ديال الوالديات وكلاء عبد عامة، فمدينة زوينة بزاف، لا في البحر ولا كوميدي شياب، تحية كبيرة لبوكوفرا، معروف كل بوكوفرا، ميرسي بوكو، شكرا شكرا. كاش كاين كاش هذاك ما تحيش دابا، مشى قديمة البلاصة. شكرا. شوف، اي حاجه كيحطها لك الجمهور ديال الرجاء فكيحطها في المحل ديالها، الحمد لله الحمد لله. الحمد لله هذا سيمو شرف خويا لي، حسن، شرف لي انهم يلقبوني بكفره ويتغنوا
خرجوا عليا اغنيه، فالحمد لله هذا شرف كبير بالنسبه لي انا، رغم انني ملي كتحبس الكره خويا طارق كتقول راه كان يعطوني غير شويه الوقت نرجع شويه للوراء، لان ونقدم كان ممكن نقدم اكثر من داكشي اللي قدمته، لان الجمهور الرجاء ديما كيستاهل الكثير صراحه، كيستاهل الكثير. وكنتي كد وهذا الشيء ما كتحس به حتى نهار كتحبس الكره، كتقول راه علاش، حيت كتحط راسك في البلاصه ديال، كتولي انت من الجمهور كتشرع تفرج في الرجاء وكتعيش على اعصابك وداك الشيء، كتقول الله يحسن عوال الجمهور، لانك ملي كتكون لاعب كتكون كونسونتري غير على اللعب وعلى الكره، ملي كتحبس الكره كتحط راسك في بلاصتهم، فريمون كيستاهلوا كل خير، ورغم اي حاجه قدمتيها فانه كيستاهلوا اكثر منها، جمهور اللي وافي لفرقته وكيبغي فرقته لواحد الدرجه اللي ما كيمكنش. هادشي اللي كاين اخويا حسن، والحمد لله حتى بالنسبه لك انت ما بين اللعاب اللي الصوره ديالهم والاداء ديالهم لا في التيران لا خارج التيران بقى مرسوم عند جماهير الرجاء البيضاوي، كيبان لك نفس الحب نفس الاحترام نفس التقدير، وهذو هما النتائج الزوينه اللي كيف قلنا في الاول في الكوره. خويا حسن انت من كيف قلت لك من الوالديه، كيفاش كان ذاك الانتقال للرجاء؟ واش لعبتي كرة قبل في الوالدية ولا بديتي كرة في الرجاء وتعلمتي أبجدية الكرة في الرجاء؟ انا ما نكذبش عليك اخويا طارق، انا الكره عرفتها في الرجاء، انا كنت صغير مشيت في فلاس صغيره مشيت الرجاء، الحمد لله كان صاحبي الطيبي، هذه تحيه لخويا الطيبي اللي كان كيشوفنا بهذا المنبر، فكيرجع لي الفضل الكبير من بعد الله عز وجل، لانه كان صاحبي ورجاوي حتى النخاع، كيبغي الرجاء لواحد الدرجه اللي ما كتخيل، كان ديما كيبروبوز عليا نمشي الرجاء بحكم اللاج ديالي كان صغير، باش تقنع الوالدين تخلي مدينة بحال الوالدية وتمشي وتسمح في الدراسة وتسمح في الوالدين وفي هذاك اللاج، كان صعيب واحد شوية، شحال كان السن ديالك ديك الساعة خويا حسن؟ شحال كان العمر كنت ديالك ديك الساعة؟ صغير انا شي 15 زون بحال هكاك ولا 14 زون، مشي تخلي مدينة وتخلي الوالدين وتمشي تبع تحية تبع تبع حتى هو تحية ليه كيتفرج فينا في اللايف. اه بونجور ديالك شكون؟ اخويا بيدودان، اه بيدودان مصطفى، تحية عزيز كبيرة لخويا مصطفى. وزين. اه سمعتيني اخويا، شحال كان السن ديالك ديك الساعة؟ كان شي 15 زون بحال هكا، مشيتي بديتي مع لي مع 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 الدراري في التيسيما مع لي جينيور وهداك الشيء، فريمون كنت كرفصنا ديال بصح، حيت باش كنتي تلعب في الراجا ديك الساعة خاصك بزاف، غير كيف ما قلت لك باش تقنع الوالدين، باش تقنع الوالدين في هذاك الوقت في هذاك اللاج وتخلي الوالدين وتمشي لكازا، فكانت صعيبه، بحكم انني كنتمي العائله كلها رجويه الحمد لله، لاخوتي كلهم رجويين، استطعنا باش نقنعوا الوالدين، وخاصه اللي فرقه اي واحد كيحلم يلعب فيها اللي هي الرجاء، ما كان لنا الا نقنعوا الوالدين، وفي الاخر استجابوا لنا الله يرحمهم يوليهم برحمه الله الله في هذا النهار هذا، الله يرحمه ويرحمه. فاستجابوا لنا وقنعناهم الحمد لله، ومن ثم بدا المشوار اللي كان كله وكيفاش درتي خويا حسن ديك الساعة جيتي للرجاء؟ فين سكنتي؟ واش في السفر ديال الرجاء ولا ديك الساعة؟ كنا سكننا في السونتر في الاول، ومن بعد كان حيد لي ديال، مشينا لوتيل كازابلانكا، من بعد مشينا للسونتر حتى تحل السونتر ديال الوازيس، فكانت شوف في الرجاء باش تلعب في الرجاء خصك تكرفص فريمون، كنت كرفصنا ديال بصح، شط الطوبيسات شد سير طلع التيسيما تريني مع 12 ديال النهار، راه كيف ما قال لك باش تلعب في الرجاء خصك تفيق بكري، راه فريمون كوفقنا بكري وضربنا تمارا، ماشي سيختو في هذيك البيريود، كنا تاح لينا فرصه اننا طلعنا الصغار ليكيب بروميير وترينا، كانوا ليكيب بروميير تاع عشب النجوم، راه مصطفى اذا كان متبعنا، راه كان هذيك الساعه كانوا اسماء لامعه، كانوا كلهم كيمثلوا المنتخب الوطني، غير كتطلع كتشوف ليكيب بروميير كتقول لك اوه مستحيل انني نلعب مع هذه الاسماء ولا هذاك الشيء، فالحمد لله اننا تاحت لنا فرصه اننا لعبنا مع اولاد الناس، غنقولها بهذه الكلمه، طحنا مع اولاد الناس اللي ساعدونا وعاونونا ومدوا لنا اليد المساعده، الى درجه انهم كانوا يعطونا الصبابط باش نلعبوك، انت كتطلع كتلقى الدراري ولاد الناس كانوا كيحضنوك سيختو كيشوفوا فوق، كانوا دراري كواريه كيشوفوك شويه ديال كيشوفوا فوق الكره، كانوا كيساعدوك ويعطوك اليد المساعده، فباش تلعب في هذيك البيريود باش تلعب في الرجاء فريمون كانت صعيب وصعيب صعيب، الا اننا استطعنا باش نلعبوا معاهم ودوزنا بريطيات باش نلعبوا في الرجاء وتكرفصنا بزاف، الحمد لله فربي وفقنا
وحققنا الحلم ديالنا لعبنا في الرجاء الحمد لله الحمد ومرة لله. احترفنا ولعبنا في ليكيب ناسيون الحمد لله. ولكن اخويا ما داش سهل اخويا حسن، لانه 15 عام ما كانش الاوكازيون ديالك في الرجاء من 2000 حتى 2005، حتى درتي 20 عام كرفتي هذيك 65 ديال في مع لي زونترينمون سميتو الطوبيس كيف انا انا الحمد لله الحمد لله اتاحت لي فرصه خويا طارق انني فاش جيت انا في 2000 تقريبا 2000 2003 طلعت ليكيب بروميير، طلعت ليكيب بروميير الرجاء تحصد الاخضر واليابس كانوا الصراحه صراحه صراحه شوف انا كنقول لك كانت واحد ليكيب في الرجاء راه ما يمكنش، راه كان مصطفى تا هو راه كان راه الرجاء دات لاكاف دات كاس العرش، وهذاك العام كنا دينا الشامبيونه حتى الماتش الاخر الحمد لله. انا كان يحصل لي شرف انني كنت كنت كونفوكا مع الدراري وكنمشي معاهم، وحصل لي شرف انني فرحت معاهم فيغتو بالشامبيونه، هذيك الشامبيونه اللي عمرها ما تنسى ليا، كنت باقي دري صغير. كانت هذيك الساعه الجيش الملكي كانت هي اللي كانت حتى الدقيقه تقريبا 80 ولا 90 كاع وباقيين هما اللي فايزين بالشامبيونه. حنا كانوا الدراري هذيك الساعه رابحين 3-0 وكانوا رابحين القنيطره في قنيطره، الا كتجي واحد الوقت كتسمع الجمهور كله كيغوت. حنا الا صافي حنا بالنسبه لنا راه لي فار دات شامبيونه. واحد الوقت قال لك راه مراكش كانوا لاعبين مع مراكش تعادلوا وصدقنا حنا دينا الشامبيونه، واحد الفرحه كانت ما تمكنش. هذاك العام الاول ديالك مع في ليكيب سينيور العام الاول كنت سينيور هذيك الساعه، كنطلع نتريني مع ليكيب بروميير وكنت الماتشات الاخرين تقريبا كاملين تكونفوكيتهم مع الدراري، كنطلع تريبين كنت كطلع تريبين وكتفرح. وهذاك العام الاول طلعتي جاب الله التيسير في هذيك البطوله، كيفاش عشتي هذوك الاجواء ديال اصلا كانت الجيش 30 لعبه مع الكوكب، كانت الامور محاكه بزاف ما بينكم وبين الجيش. علاش كنقول لك هذيك انا كيفاش السيناريو انت قاعد انا فزت بالشامبيونات الحمد لله، ديت شامبيونات مع الرجاء وداك الشيء، الا ان ديك الشامبيونه واخا ما لعبتش فيها بزاف بحكم انني رجاوي قبل ما نكون لعاب ديال الرجاء كان عنده واحد الطعم خاص، سيختو حنا غاديين كونسونتراسيون حتى واحد تسول اي واحد لا من الجمهور لا من اللعابه تقول لي راه حنا غندوا الشامبيونه، سيختو لي فار خاصه رباح خاص وفي التيران ديالها ولا ما عرفتش، ما يمكنش تضيع شامبيونه خاصه في الرباط وهادي الحمد لله. حنايا كنقول لك حنا بروميير ميطون رابحين 3-0 كاين الدراري كيماركيو ما كيفرحوش هذيك الفرحه، هذيك الفرحه اللي اننا راه ممكن نتوجوا بالشامبيونه وداك الشيء، كانت الفرحه عاديه كانت لي يعني حتى التيه ديالهم باقي مشغول مع الجيش الماتش ديال الجيش والكوب، تقولوا راه سيختو الجيش تربح واخا نربحوا ما كاين والو، سيختو لي فار ملي كانت بروميير ميطون رابحه بدون زيرو. حنا هبطوا الدراري سالات بروميير ميطون هبطوا الدراري صافي راه سالات الامور، راه ماتش شكلي ما بيننا وبين قنيطره صافي، بقى كنتسناو غير الاربيط يصفر ونرجعوا في حالتنا لكازا. من بعد شويه كتسمع الجمهور تيغوت مالكم الرجاء دات شامبيون ولا كيبان ليا عقلتي ديك الساعه الجمهور جالس كيتفرج وهز دوك الراديوات الصغار عقل على هذا. انا راه كنت هذيك الساعه مكونفوكي طلعت للتريبين، انا راه بين انا تانا هاز الراديو وكتسمع سيختو ملي ماركو مراكش البيت الاول قلتي صافي راه ماركا هو الاول، شويه كتسمع ديك ايليا اسمع الجمهور بحال الراجا ماركات شويه كتبقى اللعابه وصلتهم اللعابه صافي ما بقاوش مكونسونطري مع قنيطره، واحد اللعاب ديال قنيطره راه غادي ماركي والشاد اللي غادي كيتعانق مع الدراري زعما هذيك الشامبيونه عندها طعم خاص زعما عمرها ما تنسى لنا. صدقنا راجعين لكازا الحمد لله كلشي فرحان والجمهور، وكانت واحد الفرحه سيختو حتى واحد ما كان كيشوف هذيك الشامبيونه ولينا حنا متوجين بالشامبيونه كان عندها واحد الطعم خاص. هذيك دابا واخا ديتي لعبتي ديتي دي كوب اخرين ديتي تر اخرين وصلتي لمستويات عاليين في الخليج مع المنتخب الوطني بقى هادي بقات مبغاش بكرافيا في راسك الا ان هذيك شوف انا توجت الحمد لله مع شامبيونات في الرجاء لا قبل ما نخرج الامارات لا ملي رجعت مع محمد وداك الشيء دينا شامبيونات، والشامبيونه اللي قبل ما نخرج عاوتاني الامارات كنت انا بيتور ديال الشامبيونه بيتور ديال لاكوب دارا، الا ان هذيك الشامبيونه عندها طعم خاص بحكم انني رجاوي ابو طارق.
قبل ما الكل لعب لأنه رجاوي عنده طعم خاص هذيك الشامبيونه. داك النهار عشتي الاجواء كمتفرج ماشي كلاعب. بيان سور بيان سور. تخيل معايا انت الشامبيونه بريمير ميطون حنا رايحين بثلاثه خارجين الفيستير عادي كتسمع لي فار رابحه بجوج الدراري كاع مسوقين كاع صافي راه ماتش شكلي كتسنى الاربيطي صفر واحد شويه كتلقى راسك ديتي شامبيونه المغرب. شفتيني بطريقه هادي الشيء علاش عنده واحد الطعم خاص. علاش انا الحمد لله بجيت من الوالديه كتحل راسك كتلقى راسك في ليكيب بريمير كتحل عينك كتحلها في الالقاب حيت كان فريق مخلوق باش يلعب على الالقاب فريمون. كتجي اول نهار كتحط رجلك في الرجاء ولا في تيران الرجاء كتحس بها بطريقه كتحس براسك عندك مسؤوليه كبيره. الا بغيتي تلعب في هذا الفريق خاصك تكون قاد على لابريسيون تكون قاد باش تحمل هذاك القميص لان فريق تخلق باش ينافس على الالقاب. ما خويا حسن هضرتي على لابريسيون الضغط ديال الجمهور هضرتي على فريق جاي فريق كبير يعني عنده واحد الطقوس وعنده واحد الضغط كبير على اللاعب. اي واحد كيلبس هذاك التوني الا خصو يكون فاهم باش 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 يقصد. اول ماتش كتكونفوكا فيه كطلع شكون هو الى ماتش بعدا وكيفاش عشتي هذوك الاجواء ضغط الجمهور اجواء الدراري موالف كتريني معاهم ولكن تدخل معاهم تيتولار داك النهار تشارك معاهم في الماتش انت كاين في لافري دي ماتش غادي تلعب كيفاش عشتي هذيك لانفورماسيون في الاول وكيفاش عشتي الماتش كله؟ ماتش اوفيسيال ياك؟ اوفيسيال ماتش اوفيسيال كنت ملي رجعت من بركان هذيك الساعه بديت كنلعب كان اوسكار وكان اول ماتش كانت رجعت بحال هكا كانت توفات لي الوالده الله يرحمها كان عيط لي اوسكار الله يرحمه حتى هو كان عيط لي قال لي شوف انا تيقفك ان شاء الله حيت كنت انا رجعت ميور بيتور تشامبيونه ملي كنت في بركان ديت هداف ديال دوزيام ديفيزيون راجع واخد الفورمه ديالي وكل شيء كان هو نيت باغي يلعبني. رجعت كان الماتش اللي كنا لاعبين كوب ضرب في المحمديه مع واحد الفرقه من فلسطين سميتها طول كرم كنت دخلت ماركي دو بيوت عطيت تقريبا شي جوج بيوت عطيت لواحد لهشام وواحد لسفيان كنا ربحناهم بشي هي هذيك من وراها لعبنا مع مساكن كانوا هنايا لعبنا دو ماتش لعبنا الي روتور في المغرب عاوتاني ماركيت في الروتور. الماتش اللي من بعدها لعبنا كونتر اس في المحمديه كونتر اس في ماركي ربحنا بدو زيرو ماركيت انا وجلال من تما غتبدا من وراها عاوتاني لعبنا في مراكش ماركيت انايا ربحنا بواحد وقيلا ماركيت انا ضربها هشام رجعها الكارديان ماركيتها انا هي هذيك انا رجعت الماتشات الاولين اللي بديت كنلعب بديت كنماركي فيهم من تما بدات الحكايه. ولكن ما حسيتيش بهذاك الضغط الاول ديال الجمهور ما حسيتيش بهذاك الضغط ديال اللعاب يلاه كيلعب اول ماتش سي فري كو هذاك الماتش ديال فلسطين شويه هنايا هنا هو حاجه واحده اخرى لان لا بريسيون ديت عليها لي جينيور لعبنا ديربيات كان لو فيدريدو كنتي كتلعب قبل من ليكيب بريمير كان كيتفرج فيك التيران كامل سيرتو هذوك الجمهور كامل كان كيتفرج فيك كنتي مولف على لا بريسيون. وحاجه واحده اخرى بطريق ملي رجعت من الاعاره نهضت بركان فهذه مناسبه باش نحيي ونشكروا الناس ديال بركان لا من الجمهور لا من المكتب المسير خاصه من 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 السي فوزي القجع اللي قدم لنا الدعم. كانت اول سنه ليه ديك الساعه كانت اول سنه ديال فوزي القجع السي فوزي القجع كرئيس ديال النهضه البركانيه اول سنه اول سنه كان فوزي القجع دخلت سير في كره القدم كرئيس النهضه البركانيه كان جاي بواحد الحماس جاي بواحد لونفي جاي قدم لنا كل الدعم باش نقدموا موسم في المستوى. الحمد لله قدمنا موسم اللي في المستوى كنا دوزنا باركور اللي في المستوى كنا توجنا ب ب ب ب ب ب بروميير تور كنا دينا البطولة الخريف وكنا حتى الدورات الاخيره اللي مشى لينا لامونتي باشياء اللي ما مفهوماش. المهم ما تكتناش كثير في هذا الموضوع. انا رجعت الرجاء رجعت كما قلت لك تحيه للناس ديال بركان تحيه للجمهور ديال بركان والمكتب المسير واللعابه اللي كانوا معنا لان كانوا لعابه ولاد الناس وحتى المكتب قدم لنا كل شيء وما خصنا حتى خير الناس الله يعمرها دار الله يعمرها دار بهذه الكلمه. رجعت للرجاء رجعت واخد لا كونفيونس كون كوا انا بيتور ديال دوزيام ديفيزيون فوالا حتى انا راني كاين فهمتي خديت هذيك الثقه ما بقيتيش لعاب يلاه طالع من ليكيب جونيور
كتكونفوكا كطلع تريبينغ، لا دابا طلع رجعتي بيتر دوزيام ديفيزيون، خاصك تاخذ لوكازيون ديالك. وخاصة الرجاء ديك الساعة راه كان واحد ينسي رسميات. كلاسة. وهذاك العام لسوء الحظ صراحة كانت عندنا فيكتيف كان معنا الصويري كوم بريزيدون، شاف الفيكتيف ديال الرجاء في الاول تاع العام، قال لنا هذا العام خصنا نديو كل شيء، خصنا نديو كل شيء، لان كنا كل لاعبين على بوست ثلاثه معلمين. الى جيت نبدا نقول لك الاسماء راه ما غنساليش، راه من غارديان دو بوت حتى لافون سونتر، كنتي بعدا كانوا ثمانيه اللي كانوا في لاطاك، كانوا شي 10 لعابه، باش تلعب واحد ثلاثه كيلعبوا في لاطاك راه خصك تبقى تفكر بزاف. الله يحسن العوان لي زونترينور اللي دازوا في هذيك لا بيريود. غير باش رجعت انا خديت لوكازيون ديالي، بديت كنماركي، ملي بديت كنماركي خديت الثقه، خديت لا كونفيونس، سيرتو راجع ميور بيتور ديال حتى الجمهور كيتسناك تلعب، كيتسناك تاخد لوكازيون، كيشجعك، عاونك الجمهور، ماشي بحال راك طالع من الجنيور كتكون شويه لو ستريس، وهادي راه هادي اوكازيون بحال الدري صغار، ماشي عيب بريطي بريطي الا كنتي كتمشي وكتستافد وتاخد تلعب 30 دوره، تلعب 30 دوره ماشي كاين الناس اللي واخدين الاعاره بحوايج اخرين، الاعاره كتمشي كتستافد، كتلعب الماتشات، كدير ماتشات في رجلك، ماشي كتمشي تريح. الا كنتي غتمشي تريح اللهم احسن تريح في ليكيب ديالك اللي سميتها هي الرجاء. الا كنتي غتمشي بريطي خاصك تلعب، دير ماتشات، دير كومبيتيسيون في رجلك، تسمع لك الناس بانك خاصك دوز عام زوين باش ترجع تلعب في الرجاء. انا كنت كنماركي وديما دير في بالي، بحكم انا كندوي على راسي بحكم انني رجاوي، كنت ديما كنفكر كنماركي وخاصني نرجع نلعب في الرجاء، كنماركي باش نلعب في الرجاء واخا كنماركي مع بركان. دونك دير في بالك انت هذاك لو باساج ديال بركان، خصك ترجع من الباب الكبير ديال الرجاء، ما تدخلش من باب الصغير. خاصني نبين بهذه الكلمه خويا طارق، خاصني نبين باش نرجع نلعب في الرجاء. هادشي اللي كاين. ورجعتي خديتي الرسميه ديالك. خديت الرسميه، قلت لك كمل اخويا طارق كمل. لا سير تفضل اخويا حسن. هذاك العام قلت لك كان عندنا واحد الفيكتيف اللي ما يمكنش، ولي سوء حظنا دوزنا واحد العام اللي خيب. ملي كتشوف الاسماء كتقول هذا العام راه الرجاء ممكن دي كل شيء، سيرتو كان عندنا لا كوب داراب، كان عندنا الشامبيونز ليغ، كانت شامبيونات المغرب، كان كوب دي ترون، وكان عندنا فيكتيف اللي هو صحيح. بدينا بالمشاكل، مشاكل ما بغاوش يساليو، داز الموسم بخير وبشر، ومن وراه غيجي اف شاي، دوزنا معاه سيزون زوينه، تكلاسينا حنا الدوزيامين، من بعد غيجي روما واللي غنديو معاه كل شيء وغنحترف معاه، سيختو انا دوز معاه باركور زوين، كنت معاه ميور بيتور تشامبيونا، ميور بيتور ديال لاكوب دارا، هي فاش غيجي هذاك العرض ديال نادي الامارات الاماراتي. دكر اخو حسن، لا قبل من العرض ديال نادي الامارات الاماراتي، واش من تما فاش بدات حسن طير صواريخ اريروتون ولا ترجعتي؟ لا هذيك ترجع من الامارات. عاوتاني هذاك العام دينا فيه الشامبيون عاوتاني. هكاك الالقاب اللي خديتي قبل ما تمشي للامارات، شنو اللي كانوا مع الرجاء؟ كنت ديت كوب دي ترون وديت جوج شامبيونات. داكور، دونك كانت لقيتها مزيانه. لا الحمد لله. قلت لك انا راه حليت عيني في الرجاء، حليتها في الالقاب، قلت لك اول عام غنطلع ليكيب بريمير، عشت كوب دافريك، عشت في الرجاء كيديو كوب دافريك، ودينا كوب دي ترون والشامبيونه. داكور، دونك من تما جا داك العقد الاول اعاره ديال الامارات الاماراتي، مشيتي دوزتي هذيك المرحله، كيفاش اول حاجه حطيتي رجليك في الامارات؟ كيفاش عشتي هذيك التجربه الاحتراف الاول؟ انت كتمشي من الشامبيونه المغرب الوقت، كيفاش عشتي هذيك التجربه الاحتراف؟ شوف غنعاود لك واحد لي صوره، كنقول لك ربي ملي كيبغي شي حاجه راه كيبغيها. كنا دوزنا بعد المشاكل، انا قلت لك مع اوسكار دوز عام واعر، بعد المشاكل طراو لي مع افشاي، خلى الجمهور انه ودي عاير وهادي. شوف انا كنعتبر الجمهور ديال الرجاء شنو النوع ديال المشاكل اللي خلاو كل مدرب عنده فلسفه ديالو، كل مدرب عنده فلسفه ديالو، عنده قناعات ديالو تحترم. جا افشاي
عطى فرصه للدراري الصغار بزاف. هي داك العام اللي غيلعب فيه سيمو الحاج بالاك متولي هي هذيك هذاك العام اللي غيلعبوا فيه الدراري الصغار، الحمد لله اللي كانوا على مستوى. ماشي رابينو شفتي الباركور ولا الكاريير اللي داروا كاملين، تبارك الله داروا كاريرات كبار وخلوا الاسماء ديالهم في الرجاء ولا في كرة القدم الوطنية الحمد لله. الا انه باش تلعب دراري صغار كانوا دراري هذيك الساعة بداكي وطراو مشاكل وداك الشيء، دا واخا داز عام لعبنا فيه وداك الشيء، ماشي بحال هذاك العام اللي كنت باغي انا. سنة العام جا روماو بدا، قلت انا هذا العام غنلعب الكوره. جا روماو دوز بريباراسيون مزيانه اخويا طارق، دوزنا بريباراسيون مزيانه. جا روماو ما كيبداش بيا فريمون، كانت لونفي. كان الحاج كان المرحوم البوصيري الله يرحمه، جيت عنده قلت ليه شوف السي رشيد، قلت ليه السي رشيد هذا العام باغي يلعب الكوره، وبان لي السيد بحال اللي ما باغيش يلعبني، الا ما كانش باغي يلعبني غنمشي بحالاتي اخويا بحال هكا. رشيد كان اعتبروه الله يرحمه مسكين وسع عليه، كان بمثابه الاب، كان عنده واحد الحكمه، كان كيفاش تجي عنده باغي تفرقع كتجي عند السي رشيد كلمه ولا جوج كلمات كيبرداك وكيقول لك راه انا عارف احسن منك انتايا، غير الصبر شويه الصبر، ولا كان راه ان شاء الله غتجيك الفرصه وهذيك الساعه بين لي شنو عندك. قلت لي انا كنحس براسي اون فورم، الا ما كانش غيلعبني السيد خليني نمشي نلعب. قال لي غير صبر صبر، ومن من 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 هنا الى ما لعبكش من هنا نص العام سير هذيك الساعه وحق لا اله الا الله. قلت لي والله من هنا نص العام الا بقيت معاكم اخويا بحال هكا، قلت الا ما كانش يلعبني من هنا نص العام والله ما نبقى في الراجل. هذه راه عمري ما قلتها شي واحد. هي هذيك جات لوكازيون مع روما، وكنا درنا واحد خسرنا واحد الخسران خايب، خسروا الدراري انا ما كونفوكانيش كاع كونتر لي فار، داروا واحد الخسران خايب خسرنا ب 4-1 4-1 خسرنا في الرباط، خسروا الدراري في الرباط، خسرنا في الرباط ب 4-1، دخلنا الجمهور كله والله ما تدخلش طوموبيلتك بطاريخ، انت راك انت مول الخير، انت مول الخير. الدراري كيبان لك يسلتوهم من عند بويو عليك وارث. شوف راه بكيت عينيك ما تشوف الا النور. شوف شوف اخويا طارق، الجمهور ديال الرجاء زوين، يتبعك في ما مشيتي، يخرج لك الاغاني اللي بغيتي، يطلع لك التيفوات باللي بغيتي، مي باش تخسر ماشي مشكل، تخسر كيتقبلوا الخسره، غير باش تزيد شويه في الخسران راه ما يخليوكش تريني والله، لا دخلتي لونطريمون ولا وهذيك درنا واحد ديماراج خيب مع روما. وكنا علاش كنديروا الديماراج خيب؟ علاش؟ حيت فرقه كتلعب على اربعه الواجهات، خاصك دوز بريباراسيون اللي كتكون في المستوى، باش ملي كتكون بريباراسيون في المستوى كيكون هذاك لاشارج في الماتشات الاولين، الدراري خاصهم واحد ثلاثه الماتشات لاربعه الماتشات يلاه يطلقوا، وكل واحد يشد لا فورم ديالو. غير هذاك العام زدنا فيه شويه، خسرنا واحد اربعه الماتشات ولا خمسه الماتشات تابعين. الى درجه حنا خمسه الماتشات الراجعين الاخر، حنا الاخرين، راه استوار هذه ابو طارق، حنا الاخرين. البوصيري الله يرحمه الاول ديال روما، العام الاول اللي جا فيه روما، ورا هذاك العام راه غنديو فيه شامبيون، غنديروا واحد الريمونتادا ما كايناش. درتو فو ديبار في الاول، ما كانش ديبار زوين درنا بحال هكا، ناد الصداع بزاف، الى درجه واحد النهار البوصيري بحكم انه الله يرحمه كان تيموت على الفرق، يعني كيبغيها لواحد الدرجه اللي ما كتخيلش. واحد النهار بدا كيبكي رشيد، قال لك راه ما دخلاتش لي لدماغي الرجاء كنلقاها هي الاخرى، واش قالبين طابلو، واش طابلو مقلوب. الله يرحمه مسكين، الله يرحمه. هي غتبدا كانت اخر مباراه، شوف سبحان الله العيله، اخر مباراه الروماو، اخر اوكازيون. الى خسر عاوتاني الى خسر غنبداو معاه، كنا بدينا معاه في قنيطره، وسيختو حنايا كنا كنمشيو عند رشيد، سيختو انا والنجدي كنا كنمشيو عند بوصيري الله يرحمه، خصنا حتى حنا ناخذوا لوكازيون، فرقه كتربح حتى حنا نجربنا، علاش ما يجرب.
جا عطاني ستوني انا بقى كتخسر وعمر. بقى كتخسر احنا ما كناش كنلعبوا انا وعمر ملي كانت كتخسر، ما كناش كنلعبوا، كنا كنمشيو عند رشيد الفرقه كتخسر حتى احنا بغينا لوكازون ديالنا. أعطينا فرصة جا روما وهستونيات انا وعمر، غنلعب انا وعمر في لاطاك، عمر نجدي وغيلعب ورانا عمر نجاري. عطانا تونيات انا، قال لنا انتم باغيين تلعبوا هاكو لعبوا، ولكن لما جيتوا ما تبقاوش تلعبوا. بالاخر دار لكم الفريق. مشينا عند عمر نجاري تبارك الله، قلنا لي شو عمر خويا دير شي حل. عمر اللي كان في الفورما، عويمر اللي كان في الفورما، يا اما تحترف يا اما يصيفطك لداركم عمر، يفرشك مع الجمهور يبقى يعرفك الجمهور. مشينا عنده خويا عمر، هي هذاك الماتش ربحنا بثلاثة، ماركيت انا، عوذ بالله ما قلت انا، وماركة عمر نجدي وماركة محسن، ربحنا بثلاثة. من تما شكون هذاك الماتش اللي كان هو نقطة كونتر التحول قنيطرة في قنيطرة، كونتر قنيطرة في قنيطرة. هذاك التاريخ مع قنيطرة ديالك انت وقنيطرة والرجاء سبيسيال الديبار تدخل ديما كيكون في قنيطرة، الديبار ديما. عاوتاني ملي غنرجع من الاحتراف لعبنا، كنا مع المرحوم عاوتاني اوري ميشيل، كنا درنا باركور خيب. الديبار منين غيجي؟ من قنيطرة ماركة بشعيب مباركي، ربحنا بواحد زيرو. ديما الديبار ديال الرجاء كديرو من قنيطرة. كانت فيها الخير قنيطرة على الراجل. هذاك العام ربحنا قنيطرة، ما بقات وقفتنا حتى فرقة، الدراري طلقوا شدوا الفورمة تبارك الله، ربحنا كاع الفراق. أكيد ربعة ربحنا ديال الهزائم متتالية خمسة فرقة خمسة خمسة. ماتش تنس خمسة غادي يكون ديك الساعة لروما وغادي يقولوا لي إلا خسرتي هذا الماتش هاك أخويا الله عاوننا عاونك. آخر ماتش الروما، عرفتي تخيل معايا باش تدخل الجمهور، دخل لي لدماغه راه الراجا هي الاخرى وديرها هذه، وخمسه الماتشات تخسر راه ما تقبلهاش الجمهور ديال الراجا. ولعبنا بواحد لا بريسيون، كونتر قنيطره، واحد لا بريسيون اللي انك خويا معنا شمس الدين تا هو الشطيبي، تحية ليه خويا شمس الدين الشطيبي سلم عليه، تحيه ليه. قلت الله لك يحفظك. واحد لا بريسيون لعبنا فيها كونتر قنيطره اللي انك خويا الضابي تا الحمد هو لله جابنا. نسولو الضابي معنا تا هو مزابي اليوم كيتفرج خويا مزابي ابو الكور ياك رجاوي بعدا ابي ما يجاوب في الكومنتير بس رجعوا ولا ويلي هي هذيك اخويا جا الماتش هي هذيك. جا الماتش ديال الماتش ديال القنيطره، من وراها لعبنا مع المسيره، انا باقي عاقل على ذاك الباركور، لعبنا مع المسيره ربحنا بخمسه في دونور، ربحنا بخمسه، خرجنا الخميسات، هذيك الساعه الخميسات كانت عندهم ايكيب راه صعيب باش تربحهم في تيرانا، ربحناهم عاوتاني، ربحناهم بواحد. هذيك الساعه بقينا كنربحوا، رجعنا هذيك الساعه وصل هذيك الحلفه اللي حلفت ربي ما حنتنيش. جا هذيك الساعه كان جا لاكوب داراب، كنت ماركيت فيه، كنت انا ميور بيتور في لاكوب داراب، كنت ميور بيتور في الشامبيونه، كنت انا كوكو ديال تطوان، بيير كوكو، دير كوكو هي كنت انا وياه، انا والبيتور هنا وياه في الشامبيونه ديال المغرب. جا نص العام كنت ماركي اخر بيت ليا في الشامبيونه، هذيك الساعه كان كونتر اكادير، ربحنا اكادير تما بواحد زيرو. جا نص العام مشيت عند رشيد البوصيري، قلت ليه حلفت عليك ياك سي رشيد، الله يرحمه مسكين، الله يرحمه. الله يرحمه قلت لي السعيد. راه قلت لك، وجا هذيك الساعه اوفر، شوف سبحان الله العلي العظيم، راه كتقول لك راه ربي، جا اوفر انا لاعب، جا اوفر ديالنا ديال الامارات، كان سي رشيد باش يبعدهم على الاوفر، كان قال لهم 3 موا ولا ما عرفت 4 موا، كان قال لهم واحد المبلغ اللي هو خيالي غير باش يطلقوا مني، فهمتي ولا لا؟ كان قال لهم 3 موا، كنا لاعبين كوب ضرب كونتر صفاقس، لقيتي كتعقل اخويا طارق، زقلت بيلانتي في دونور، كان دونور مطبل، كتزقل بيلانتي قدام هذاك الجمهور. مصيبات مصيبه والله مصيبات الا موت. شوف زقلت بيلانتي وكنا مازال ربحوا، كان محسن عاوتاني خرج، لعبت معاه 1 2 و 1 2 خرج، شوف كوره ما بغاتناش هذاك الماتش. سال هذاك الماتش ديال صفاقس، لعبنا كونتر اكادير، ماركيت البيت الرباح، مشيت عند سي رشيد قلت لي شو حلفت عليك في الاول العام، قلت لي والله انت غتطلقني، كان معنا غلام غراس غراس والو.
قالوا قال لك والله قال لك انا ما نطلقكش اخويا. ومشيت السي رشيد الله يرحمه مسكين كان كيوقف معانا وكان ديما في جنبنا. قلت ليه السي رشيد راه عندي بزاف حوايج خصني نقضيهم وهادي وعن النادي والعائله وحنا على قد الحال وهادي راه اوكازيون هادي هضر ليا مع البريزيدون. كان غلام والو سي غلام الحاج غلام الله يمين اللي شي حاجه في دماغه راك عارفه انت يا طارق داير بحال هكا السيد. تران مشيت بزز باش قنعو رشيد تخرجت الحمد لله. ورشيد قلت ليه شوف حلفت ربي الحمد لله ما حنتنيش. وقلت ليه راه في نص العام غنمشي في حالاتي هو ربي استفدت واستفدت. الرجا كان واحد لوفر اللي مستحيل ان الرجا ترفضه. كانت استفدت الرجا ماديا شحال وكان ديك حتى انا الساعة كنت كان ترونسفير؟ شحال كان ترونسفير؟ كان ترانسفير 3 مواقيلا ب 450 مليون بشحال داز. مزيانة؟ كان ديال ذاك الوقت مزيان. كانت استفدات الرجاء ماديا. وحتى انا كنت عشت اول تجربه ليا تجربه احترافيه اللي كانت ناجحه بكل المقاييس الا غتجي هذيك الظروف ديال المنشطات وداك الشيء. الله يسمح لهم الله يسمح لهم في هذا النهار هذا. احنا جايين لا جايين الدوباج جايين الله المنشطات يسمح وجايين لهم ذاك الفيلم اللي وقع في الامارات. فريمون فريمون. الا سولتيني اخويا طارق هذاك بدايه من العام مع روما ومع الرجاء والفتره اللي قضيتها في الامارات سيختو الفتره اللي في الامارات كانت كتعتبر احسن فتره انا كنعتبرها في المسار الكروي ديالي. لانني الحمد لله ربي وفقني وتوفقت من فضل الله سبحانه وتعالى. انا لعبت معاهم هذيك الاعاره ديال طروما لعبت معاهم شي 12 ماتش 12 ماتش ماركيت شي 36 بيت. سفيان العلودي مرحبا بك اخويا، معنا سفيان العلودي حتى هو تحيه اخوان. تحيه لخويا سفيان تحيه لخويا سفيان لانه هذيك البيريود كان هو في الامارات اللي باش مشيت كان انا في لهذيك العين. الامارات اللي سوء حظه مسكين حتى هو كان جاته هذيك الاصابه. ما كنت ما لعبش ضدي تما كان جاته اصابه والحمد لله الحمد قلنا لله على كل الحمد لله على كل حال. لان سفيان كان غادي في واحد النيفو الحمد لله. شوف قدر الله وما شاء فعل هذا الشيء. يخلي فيها الخير اخويا حسن. مشيتي ديك الساعه هذا في الشامبيونات ديال المغرب، كنعرفوا الاجواء ديال الشامبيونات المغرب كي كانت ديك الساعه والجمهور. مشيتي الامارات، شو من الفوارق اللي لقيتي ما بين الامارات والمغرب؟ شوف احنا سيختو انا كندوي على الرجاء بحكم انني لعبنا في الرجاء وولد الرجاء وداك الشيء. فالاجواء ديال الجمهور الحماس ديال الجمهور والمدرجات والامبيونس وداك الشيء راه ما غتلقاها حتى في شي شامبيونه واحد اخر. في سيختو العالم. الاجواء اللي كيدير هذاك الجو اللي كيدير الجمهور ديال الرجاء. مي كندوي انا على النيفو ديال الكره على كتلقى بزاف ديال الفوارق. كتلقى الناس كيجيبوا محترفين على اعلى مستوى بمبالغ خياليه اللي كيقدموا البلوس للفريق ديالهم. كتلقى نيفو اللي هو طالع الحمد لله. انا مشيت في نيفو اللي كان مزيان. كان لبوطو كان الشبكه باغاك كيف ما كيقولوا بالعربيه. كانت الشبكه باغاك. مشيت انا كنت شاد الريتم. مشيت بديت كنماركي معاهم. كنقول لك انا لعبت معاهم 12 ماتش 12 ماتش ماركيت 36 بيت. الى درجه ان الرئيس الفريق اللي الشيخ احمد كان قال لي تتسيني معايا بري كونترا عاد ترجع للمغرب خليني ندبر ما بيني وبين الرجاء. قلت له راه باقي العقد عندي ديال الرجاء. قال لي شوف سيني معايا بري كونترا 12 الماتش 36 بيت 36 بيت. كان معايا ديك الساعه نبيل الداودي حتى هو كان معايا في الفتره. كان معايا نبيل الداودي وكان راه كان ورانا واحد الالجيريان اللي سفيان يقدر يعرفه كريم كركار. كريم كركار اللي كان واحد بحال عمر حتى هو تماركي تبقى تماركي معاه وانت ناعس. دقيق كاينه سقايه ما كاينه سير كنت هذيك الساعه انا ونبيل انا ونبيل في لاطاك راه كل شيء كان تي هذوك كيقول لك المغاربه دير بالك من المغاربه. ما كاينش هذاك محترف خربان ماشي ما كاينش. لا 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 شوف كان ما كانش هذيك الساعه ما كاين الحمد لله. انا المسار الكروي كامل اللي دوزت الحمد لله لا في الامارات لا في السعوديه ما كاينش محترف تعبان. هادشي اللي كاين اخويا هادشي اللي كاين. اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد. دونك مشيتي تما الفوارق لقيتي الجمهور ما لقيتيش مع عمرك غتلقى بحال ذاك الجمهور اللي كان ديال الرجاء ولا تذهب نيت حاليا، ولكن كاين فوارق. سفيان قال لك العصره كان كيدير العصره كريم قال لك كبير بزاف ولكن راه عليم ديال الكره. تشوفه تقول هذا ما يقلب حتى ولكن رايشد الكره تيقلب عصره ويمشي. نيت كيقلب عصره يقلبهم.
هذا الالجيريان اللي كان معاكم في الفرقه. الالجيريان كريم كركار كان لعب في الدوري الانجليزي ولعب في ليون فرنسي، لعب في ليكيب ناسيونال ديال الجزائر، تبارك الله دوز كارير زوين، وكان لعاب كبير، لعاب كبير صراحه. دونك اخويا كنا كنهضروا على القضيه ديال الجمهور، بطبيعه الحال ما لقيتيش بحال الجمهور ديال الرجاء، ولكن شنو المسائل اللي كانوا زايدين على البطوله في المغرب ديك الساعه في ذاك الوقت ما بين الامارات والمغرب؟ جيزات قول صراحه. لك بصراحة لا في التجهيزات، إن فوا كتحط رجلك في التيران غير في لونترينمون كتحس براسك لاعب محترف، ما كتبقى تفكر في حتى شي حاجة، كتجي كتلقى الفيسير البلاصة ديالك هكا، كدير الفوطة ديالك، حوايج ديال لونترينمون، الصبابط ممسوحين، راك اللي طرياح، كتحس براسك محترف. ندوزو الحوايج الاخرين، غنتكلموا بكل صراحة، حتى في التحفيزات، لا المادية لا الكونترا ديالك لا كلشي، كلشي موفر لك باش تلعب. راه كتمشي راه نقول لك بصراحة، راه انا مشيت العام الاول، كتلقى لعابة اللي هما مواطنين، كتلقاهم عاديين، كتلقاهم سينين كونترا، كتبدا تسول في الاول ملي كتمشي، سيرتو انا كان نبيل سابقني، كتسولو كيفاش هادي شحال الدراري، كتلقى واحد يجيك فرونس الصباح مع العشية يجيك في ايرويد، كتقول اوه انت راه في المغرب بيلعب ما يديرش بيكال. دير كيف لا كتلقى لعاب جيك بالطوموبيل الصباح في لونطريمون ديال الصباح، كتلقى لعاب نفسه هو جيك بالطوموبيل واحد اخرى، كتلقى الناس، شوف كتلقى الناس كتحمسك بكلشي، كلشي موفر لك، ناقصهم غير الجمهور ديالنا، سيرتو الجمهور ديال الرجاء، راه ما عمرك غتلقاه في بلاصه اخرى، الى درجه والله العظيم اخويا طارق، باش قبل من الماتش غادي في الكار غادي التيران، والله العظيم الا كتموتيفا بالاغاني ديال، كدير الاغاني ديال الجمهور في الرجاء، انا حتى في السعوديه والله العلي العظيم، انت غادي من الاوتيل غادي التيران، كدير اغاني، من بعد كتقرا شويه القران وداك الشيء، من بعد كدير الاغاني ديال الرجاء باش ديماري تتمشي تما تتلقى واحد دار الخشابه وهز هذاك كتلقى 10 كيلو تقوم كلي. ايوا خويا، لا ولكن كاين فرقي بحال العين، عندها جمهور، العين كاين اهلي، مي ماديا فرق كبير ماديا، باش نكون واضح، شوف باش نكونوا واقعيين، فرق كبير اخويا طارق، ماديا كتلقى تحفيزات ماديا اللي كتخليك فريمون تكونسونطرا على الكره وتعطيها حقها، كتقول خاصني البروفيتين وماكسيموم باش تكون معاك كليغيني، الحوافز الماديه كتخليك تكونسونطرا بزاف، كتولي كتعطي الكره، كتولي كتعطي، تنعس بكري، كدير كتقول راه انني هذا العقد اللي عندي انا خصني نزيدني عقود، خصني العام الجاي ضروري يجدوا معايا، خاصني نبين باش يجدوا معايا، لان كاين حوافز ماديه اللي كبيره اخويا طارق، باش نقول معاك واش اصلي وباش تضمن حتى المستقبل ديالك، لان تما فين تقدر تاسيوري المستقبل ديالك، حتى اوروبا هضرت مع هذا الموضوع مع متولي ديك المره قال لك على الخارج، اوروبا تقدر تجي فرقه تعطيك شي سالير ولا شي بريم سيناتور ما توصلش حتى الربع لذاك الشيء اللي عطاو لك الناس في الخارج. بيان سور، انا شوف، ومن بعد منا عشت انا في التجربه ديال السعوديه، راه الناس ولاو كيلعبوا في النيفو في الكره، النيفو اللي في المستوى، سيرتو الدوري السعودي، انا كندوي على الدوري السعودي باش تلعب في الدوري السعودي راه خاصك تكون كاين، ابار فلوس ابار كل شيء، خاصك في الكره تكون كاين، لانهم سيرتو دابا ولاو كيجيبوا ثمانيه المحترفين، كتلقى اللعابه، وحتى الحماس ديال الدوري السعودي، كتلقى جمهور كبير، خاصه من الانديه الكبيره ولا الانديه المتوسطه، كتلقى عندهم قاعده جماهيريه كبيره، كتلقاهم حتى هما كيديروا عليك لا بريسيون، كيطالبوا الفريق بتحقيق نتائج ايجابيه، لو ما حققتش نتائج ايجابيه كيديروا عليك واحد لا بريسيون كبيره، واللاعب اللي كيكون تحت الضغط عمره ما غيعطيك هذاك الشيء اللي باغي يعطيه هو. هادشي اللي كاين. دونك دوزتي 3 شهور تما مع نادي الامارات الاماراتي، رجعتي للرجاء، كيفاش كان ذاك الروتور عاوتاني للرجاء؟ كيفاش عشتي هذيك لا ترونزيت؟ روتور اللي هو صعيب، لان كان واحد الفتره، كنقول لك اخويا طارق، كنت كنعتبر انا الفتره ديال نادي الامارات كنعتبرها احسن فتره
داز في حياتي الكروية. من بعد هذاك رونوفليت معاهم 3 سنين، 3 سنين الهبال باش نكون معاك كليغ، كانت عقد عندي عقد الحمد لله. بديت معاهم دوزنا كونسنتراسيون في المانيا، جيت بديت كنماركي لهم، جيت بدينا كنماركي، ولاو اغراءات، ولاو اغراءات فراقي من هنا. كانوا دي زاجون الله يغفر لهم كيشوفوا الفلوس، ما كيفكروش مصلحه اللاعب ولا عنده عقد مع الفريق ديالو، سيرتو انا كانت لاس صغيره ما كايناش ليكسبيريونس كيفاش تتعامل مع الاغراءات، ما حافظتش لي كونترا بروفيسيونيل، الا كنتي موقع مع فريق ما عندكش الحق تمشي تجلس مع فريق واحد اخر، ما عندكش الحق. طحت في مشكل ديال الاغراءات، وليت كنريح مع لي زيكيب، وليت باغي نوقع عقود اللي بالخياليه، هادشي اللي خلق لي مشاكل في النادي ديالي. سيرتو هذيك البيريود كنت كنماركي بزاف، كان 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 جا واحد المشكل مع المدرب اللي كان هو العجلاني، كان طرا لي مشكل معاه، الى درجه ان وصلت للشيخ بانه راك كيجلس السيد مع لي زيكيب راه كيبروفوكي فيكم باش يمشي بحالاته. هو سمع ما تقبلهاش هادشي في الكونترا الثانيه ديال في الكونترا الثانيه ديال فوزيانا دارت الامور بخير وعلى خير. كنقول لك الكونترا الاولى، كنقول لك الناس ما خلونيش تمشي للمطار الا ما سدتش، الا ما سينيت معاهم بري كونترا. انا سينيت بري كونترا ديال 3 سنين، عاد خليتهم هما يمشيو ينيغوسيو مع الرجاء هذيك الساعه ديفينيتيفمون. داكور انا جيت للمغرب، لا دازت مزيان. سيرتو العام الثاني بداو اغراءات من انديه واحده اخرى، سيرتو جيت ستار ماركي معاهم، بداو اغراءات من انديه اخرى. هادشي اللي طار لي مشاكل اللي ما عرفتش نتعامل مع الاغراءات، وما عرفت بانني عندي عقد مع نادي الامارات، وكنمشي كنجلس مع دي زيكيب اخرين، دارت في الصحافه وهداك الشيء. وصلت للشيخ راه انه ولا كيبروفوكي المشاكل مع لونترينور باش يقول لي سير بحالك ولا هادي، هو اتخذها بحال هكا. والى درجه انه في الاخر جاتني الخبر بانني ما بغاش يلعب معنا، انا اللي دخلته للدوري الاماراتي. ما بغاش يلعب معنا، انا ما غيبقاش يلعب كاع في الدوري الاماراتي. هذا العجلاني هو اللي قال الفقه. لا لا، هذا بريزيدون الشيخ، هذا الشيخ. شوف العجلاني، تحيه للعجلاني. العجلاني مدرب اللي عزيز عليا. علاش السيد داير بحال هكا؟ راه كيوقعوا دي تخوك مع في التيران، كيوقعوا ما بين لعاب ولعاب، ولا ما بين لعاب وكونترينير، وهادشي راه كتلقى الناس في الناس كيلعبوا في الهو نيفو، في الهو نيفو فرق كبار كيطراو مشاكل بحال هكا. الا ان كنقول لك انا ان ان انا انا يا هذيك من بعد تصلح المشكل مع العجلاني، الا ان الناس الله يغفر لهم شي وحدين ولاو كيوسوسوا للشيخ، راه باغي يمشي بحالاتو، راه باغي يمشي هادي، راه كيبروفوكي في المشاكل. وما عرفتش انا لحد الساعه ما عرفتش كيفاش جا داك المشكل ديال الدوباج، ما فهمتوش. سيختو كانت صدمه قويه اخويا طارق. اش بعدا هاد القضيه ديال الخرجات، ان حسن الطير كيدير الموشفيقه، واش داروا شي تيست بعدا ديال لونتي دوباج ولا حتى خرجات بحال هكا؟ شوف تما كيديروا لي تيست ديال لونتي دوباج، سيرتو من بعد الماتش. انا باقي عاقل على الماتش ديال الوحده، سالا الماتش ديال الوحده درنا، رجعنا بحال هكا، جاو السلام عليكم وعليكم السلام، غتوقف 2 سنين. وانا انا انا خويا طريق، قسما برب الكعبه، انني بحكم انني كنتمي لفريق الرجاء البيضاوي، فريق كبير، ما علمناش كيفاش نستعملوا مواد منشطه، علمنا كيفاش ناخذوا الفورمه بالونترينمون بالماتشات بهذاك الشيء. هي هذيك انا قلت لهم عطوني غير هذا لو برودوي اللي كناخذ، وريتهم كاع هذاك الشيء اللي كناخذ، كاع الادويه اللي كيعطيني الطبيب، كاع لي فيتامين اللي كنت كناخذ هنا في المغرب وهذاك الشيء. قال لك هذا الشيء كامل ما فيهش هذه الماده اللي لقيناها في كنجاي. قلت له راه ما يمكنش، اش كناكل انايا؟ اش كناخذ ابار هذا الشيء اللي كناكل مع ليكيب، ولا هاد لي فيتامين؟ هادو هما لي فيتامين اللي كناخذ وهذاك الشيء. قال لك لقاو فيك النوروستوستيرون، هو الهرمون الذكري. تستوستيرون لقاو نورمالمون اللي هي كتكون النسبه ديال 2.70 ولا 2.75، انا لقاو فيا شي 3.15. هو نورمالمون اللي كياخذ دوباج غتلقى فيه 11 10، فهمتي؟ هاد الماده كياخذوا هادوك ديال كمال الاجسام، فهمتي ولا لا؟ هادوك الناس اللي كيديروا ميسكولاسيون، اللي باغين الميسكول يكبر وهذاك الشيء. انا قلت لهم مازال كون قلتوا لي انا لقيتوا فيا شي ماده كتعطيك لينيرجي، ما تبقاش توقف في التيران تلعب 90 دقيقه تساليها، تقول لهم زيدوني شي 90 واحده اخرى. اما كتقول لي انا باش تاخذ البوا، انا كندير ريجيم باش نحيد البوا، وانت كتقول لي انا كتاخذ هذه الماده. هي هذيك ما سكتش على راسي اخويا طارق، تبعت القضيه، شديت محامي، تبعت الدوسي ديالي، الى ان جات اختلالات من المختبر،
ديال ماليزيا وسدوا لهم بالتجربه ديالي انايا ديالي انا وحسام غالي ديال مصر، هكا لقوا اختلالات في المختبر. علاش قلت لك انا كيدخل لك الشك اخويا طارق؟ لقوا اختلالات من المختبر وكانت تسد فيها المختبر هذاك العام بالتجربه ديالي انا وحسام غالي، هذاك اللاعب المصري اللي كان كيلعب في مصر والاهلي اللي عقلتي عليه حسام غالي. حكم قاسي بزاف، عامين توقيت عامين. عامين وما داير لا بر... لا ما داير لا بيدك لا برجلك اخويا طارق، فهمتي ولا لا؟ الصدمه كانت قويه سيرتو غادي فوق غادي مزيان، شي كون ما كنتيش غادي مزيان وكنتي نيت كتاخذ هذاك لي برودوي وداك الشيء تقول ما يبقاش فيك الحال، انت ما دير غادي والو غادي مزيان. او دي بارسي انا ملي توقفت حسيت بان شي حاجه ماشي تلهي، شي حاجه ماشي تلهي باش توقفت انا. هي هذيك تبعت الدوسي ديالي انا ما سكتش اخويا طارق، تبعت مشيت معاهم مشيت معاهم الطاس، شديت محامي تبع الدوسي، درت عاوتاني اونتي كونترول ديال الدوباج، مشيت للمختبر ديال تونس كان اجري من لا فيفا، مشيت ما سكتش على راسي. تجات الادانه ديال هذاك المختبر بانه راه انه فيه اختلالات وبزاف النتائج تلاعب بها وداك الشيء، كانت مشاكل كبيره. ومن بعد منها تبرأت وشوف باش تعرف راه انا لاج باقي هذاك. ملي تبرأت عيطوا لي نادي الامارات باش نرجع لهم، قلت لهم ما وقفتوش معايا ما غنرجعش نلعب ما غنلعبش تما، وتحيه للحاج عبد السلام حانات. جيت رجعت للراجا كنت موقف هذيك الساعه، حل لي الباب، قال لي هذه فرقتك ولدي، قال لي حاجه واحده اللي بغيت نطلب منك هي ملي تبرأ تسيني في فرقتك. قلت لي انا هادشي اللي كيرب العلاقه اللي كتربطني مع الراجا راه ماشي هي ديال عقد ولا عقود ولا كونترات، علاقه اللي كتربطني مع الراجا راه ما كتربطنيش علاقه ديال الكونترات وداك الشيء. على ديك هي الراجا هذه تحية المحسن تولي تيشوفنا حتى هو خويا محسن تحيه كنشوفك. خويا تحيه لخويا محسن. هي هذيك قلت لك انا فاش جيت انا قلت للحاج بحال هكا راه ما كتربطنيش علاقه ديال العقد. هي هذيك تبرأت جلست 3 موات، جات البراءة سينيت وانا مغمضي عيني مغمضين، ما فكرتش زعما في المشاكل اللي غيوقعوا من بعد. سينيت مع الراجا بديت كالتريني معاهم، جاو مشاكل عاوتاني وحدين اخرين بانك عندك عقد مع نادي الامارات وجيتي وقعتي عقد واحد اخر مع الراجا، مشكل كبير. وهما دعوك نادي الامارات باش تخلص لهم الكونترا ديال 3 زون، ولينا خلص عاوتاني في مشكل. ولكن هما ملي تفارت القضيه ديال الدوباج ديال المنشطات ما اتهموهمش على انهم هما كان عندهم يد في هذيك المساله ولا صافي ماشي مشكل. هما خرجوا منها، قال لك حنا بناء على النتائج ديال المختبر الماليزي تم التوقيف اللاعب، حنايا غير بناء على هذوك التحاليل اللي جاونا حنا ديال المختبر وقفناك. ماشي حنا اللي غلطنا، المختبر اللي غلط. ولكن اخويا حسن ما جاش اخبار على ان الناس هما اللي حركوا هذاك الشيء، الناس ديال الاداره ديال الفرقه هما اللي حركوا داك الشيء. الله اعلم، حنا الله اعلم. بعدا انا الحاجه الوحيده اللي متاكد منها مليون في المئه بانني عمرني ما خديت ماده منشطه، والحمد لله تربينا في الرجاء عمرهم ما علمونا كيفاش ناخذ المواد المنشطه. هذوك اخويا حسن بان لي كنتي جيتي للمغرب ضربتي شي ميه ديال لي زويت ديال الي زويت خالد قبيله الي زويت ضربتي شي كاليبر مزيان والله العظيم. الحمد لله وكنت لان هادشي راه كثرت الهم انت ماشي تضحك. لا الحاجه اللي بقات فيا بزاف الحاجه اللي بقات فيا بزاف انني كنت غادي كنقول لك انا هذيك الفتره كنعتبرها احسن فتره دوزت في الكارير ديالي، خاصه كانت الحمد لله كنت هذاك العام عاوتاني الدين معاهم، وصلت معاهم تقريبا حتى الفينال ديال كاس رئيس الدوله. وهذاك العام توجنا بها، وصلت معاهم حتى الفينال، جا التوقيف. الماتش ديال الفينال ما لعبتش معاهم، الماتش ديال الفينال كانوا هذاك العام دينا تقريبا لعبت معاهم انا حتى الفينال، دينا كاس رئيس الدوله كانوا من ورايا داو السوبر كوب اللي اول القاب داوهم في التاريخ ديالهم نادي الامارات. هادشي كامل و بون
الله يخلص كل واحد اللي دار شي حاجه، اللي دار شي لا حاجه الله لا الحمد لله على كل، قال لك عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. رجعت عاوتاني راه كان يخليك. محسن حتى هو، ولكن كيتفرج فينا كان حتى هو، كان حتى هو موقف واحد المشكل كان طرا ليه حتى هو في افريقيا، وهو زكريا الله يرحمه. وكنت خدمت ديال انا راجع من الكاف، التوقيف ديال ديال الكاف. الكاف، كنت انا راجع من التوقيف ديال الدوباج وهو راجع. كنت كان هذيك الساعه ما كنلعبوش مع اوري ميشيل انا وياه، كنا موقفين كنتسناو العفو العفو. كان تريني، كان تريني انا وياه، كان تريني انا وياه، كنقول ليه زيد يا معلم ما كاينه، ما لاعبينش ما لاعبينش. هذاك 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 الحر كنا كنبردوا انا وياه في لونترينمون. وكي داز هذوك الايامات ديال لونترينمون بجوجكم موقفين كتسناو الفرج يجي من عند الله، كيفاش دازت شوف دوك؟ هذاك هذاك الصراحه كان اوري ميشيل، كان اوري ميشيل كان دوز بريباراسيون زوينه وبقى في هذاك هذاك العام ما لعبناش سيرتو انا ومحسن، ما لعبناش مع اوري ميشيل سيرتو، كان باغي يلعبنا وكان مراهن علينا. وكان من بعد جا محمد ما بقيناش موقفين بجوج. تحلات الأبطال. ما دارش مسكين، دار هو ديبار صعيب، دار ديبار خيب، دار ديبار خيب. من تما مشى مسكين الله يرحمه، جا محمد، جا محمد، بدينا في الرباحات. هذاك العام بدينا الشامبيونا، مشينا لي جروب ديال الشامبيونز ليغ، كنت مشيت ليكيب ناسيونال مع ايريك جيرات. الحمد لله، عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. هادشي اللي كاين اخويا، هادشي اللي كاين. دازت السويعه الاولى غادي مابقاش لها بزاف، باقي واحد 20 سكوند غادي نبقاو مع حسن الطير ومع لي زويت ديال الوالديه. كاين لي زويت خبط طارق، مرحبا مرحبا. نكملوا الحوار ديالنا مراد الفصل. بزاف مرحبا ما طارق، بزاف ما يتعاود، عرفنا بزاف الحوايج معاك، لان الناس القديم ديال المنشطات ما كانش بزاف الناس عارفينها مزيان اشنو اللي وقع ديك الساعه. المهم وضحنا الامور في هذه المساله هذه. قوم على الاخوان غادي نعاودوا دابا نكملوا هذا اللايف ان شاء الله مع حسن الطير. تبارك الله عليكم، عطوا تسويق بعد. شكرا دونك اخويا، خلينا التوقيف، خلينا في اوري ميشيل محمد فخير. كانت مرحلة هي مزيانه مع محمد، مع جا محمد، مع كل عام الفرقه مزيانه. انا سيمو ونقول لكم مرحبا بكم. سيمو، سيمو تو دخل واقيلا ياك. سيمو راه من الاول مرحبا. مزيان خويا، خويا سيمو، قلت لك اخويا، قلت لك اخويا طارق، هذاك العام مع اوري ميشيل كانوا رجعوا الدراري، كان رجع هشام بوشروان، كان رجع مباركي الرباطي علودي عدو بالله ما قلت انا، كانوا كان الراجا جابت الصواري، كان جابت المحذوفي الوراد، كانت عندنا ايكيب ديال بصح. لسوء حظه مسكين المرحوم اوري ميشيل، ديما حنا الرجاء كيكون هذوك 3 ماتش 4 ماتش 5 ماتش كيكون لا شارج ديال لونطريمون، خاصنا واحد شويه الماتشات باش يطلقوا الدراري، باش يطلقوا الدراري. هو مسكين ما خدماتوش النتائج، الجمهور ما صبرش، سيختو عندك ترسانه بحال هاد اللعابه وما استطعتيش تربح في 5 الماتشات، كان الجمهور دار لا بريسيون، مسكين تمشى بحالاته. جا محمد الدراري طلقوا، طلقوا داروا ماتشات في رجليهم، طلقوا تبارك الله. جات بدا الديبار من تطوان، انا باقي عاقل، لا كنا درنا ربحنا تادلة، وقيلة كنا ربحنا تادلة بواحد الزيرو مع جوج الزيرو هنا في دونور. مشينا لتطوان بدينا كنربحوا، ما كاينش هي هذيك بدات. هذاك العام بدينا فيه الشامبيونا، ودينا فيه، مشينا لي جروب ديال الشامبيونز ليغ اللي كان كيفاش بدا؟ كيفاش اخويا حسن تفارت القضيه مع الامارات؟ الاماراتي كيفاش تفارت معاهم؟ استوار استوار ما تفرات حتى العام اللي فات. من ألفين، من 2009. واش بقات في الطاس؟ بقات في سميتو؟ شنو اللي وقع؟ دابا ما بقاش المشكل ما بيني وبين، لابوراتوار، ولا بين مشكل ما بين نادي الامارات وبيني انا وبين الرجاء. الرجاء، الرجاء نادي الامارات دعاني انا كوم كوا لعاب عنده عقد مع نادي، وش وقع عقد ثاني مع نادي، والرجاء وقعات مع لعاب اللي عنده عقد مع نادي. وضاربنا بالضريب والمحامي، وهاتي باش تخلص لهم واحد الكونترا ديال 3 زون، راه كنا كملات كنا كنا كانت غتكمل.
بقينا مضاربين انا واحد الكونترا ديال تروازون باش تخلص عليهم اخويا طارق، راه خاصك تلعب الله واحد لا لا 100 عام في المغرب، واحد 100 عام في المغرب. كريدي 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 فيه بزاف لا خاصك تلعب واحد 100 عام في المغرب. وكيفاش وقعت 100 عام، كيفاش 100 عام في تفرات المغرب بالطرق وسيت كريم. وكيفاش تفرات بالطرق ودية شو باش سلام فيه لا زاد لا بقيت معاهم حتى انا، كانت امور اللي شد فيها المحامي بزز، فرينا بواحد 60000 دولار، 30000، انا 30000 دولار والراجل 30000 دولار، وشحال كان الحمد خصو لله. شحال كان خصو تخلص؟ جوج المليار و700 مليون. اخوي هو فين غادي؟ عرفتي هذيك هو فين غادي؟ مصيبة با 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 وشنو لا الحمد ولكن لله، داز داكشي في الطاس داز داكشي في الطاس ولا داز هذاك الشيء في الطاس. حتى هما كانوا بزاف الحوايج اللي موقفوش في اللعاب، وكانوا الفتره اللي كنت انا مناقص سمحوا فيها دي، حيدوا لك الطوموبيل، حيدوا لك هادي، حيدوا لك هادي، حيدوا بزاف الحوايج اللي حتى هما حتى المحامي لقى فين يشد، فهمتي ولا لا؟ دونك دازت القضيه بسلام. يلا مؤخرا هذا العام اللي فات عاد باش تحكمات وخلصت انت ديك الطرف ديالك. وخلصت انا، خلصت انا والراجا، خلصت انا 30000 دولار والراجا 30000 دولار، اخويا الحمد سيدي لله. عرفتي منين كره عرفتي باك منين كره كره شنو معاك كنا دير مع البنات ديالك شنو غادي دير؟ والحمد لله الحمد لله. واخويا الحمد لله بعد اللي صايب الله الامور بعد غسل الله الشوكه ولكن بلادي. ولكن هذيك الوقت اخويا طارق، ملي جات البراءة ورجعت الرجاء، قلبك سيرتو كتخدم القلب وكتخدم العاطفة، عندك الحوايج واحد غيتبعوك من وراك، الناس غيدعيوك، محمد الناس الرافعي غيدعيوك، وهذاك الشيء واحد كتخدم الرجاوي القلب. الرافعي هو تحياتي هو دخل بالتحيه الرجاويه شكون وقت هذا؟ محمد الرابعي سلم عليه، رجاوي رجاوي. كيش لا تحية لك اخويا محمد نهار كبير هي هذيك، قلت لك ملي كترجع الرجاء كتخدم القلب وكتخدم العاطفه، كتسيني بلا ما كتفكر الحوايج اللي غيجيو من بعد، سيرتو انت نورمالمون عندك كونترا مع ليكيب ديالك. ما لقيتيش اللي نصحك ديك الساعة في الراجل يقول لك بس اسيدي القضية راه بلات ما كاينش، شوف المعلم رجاوي ما كاينش، كيرف ما وفي تفكرش. العمار انا تا المشكل اللي طرا ليا وملي ما وقفوش معايا نادي الامارات، سينيت بلا ما نفكر اخويا طارق، سينيت مع تحية الراجل. لك يا سهام البوش مرحبا بك اختي سهام تحية لاختي سهام. هي هذيك انت ما فكرتيش ما خديتيش واحد الوقيت 13 ديال الاستشاره القانونيه ديالي ولا والو، انا نكذب عليك، نكذب عليك، جيت سينيت سيرتو هذاك الوقت اللي ما وقفوش معايا، حتى انني بحالي تقلقت منهم، فهمتي ولا لا؟ تقلقت منهم، جيت تبرأت، مشيت سينيت الكونترا ديالي مع الرجاء، مغمض عيني. هذيك كونترا الله يجعل ما يكون فيها حتى 200 درهم. مفيش مشكل ما كاينش مشكل، هذيك فرقه واخا نعطيو ما عرفتش شنو هو، ديما ما نعطيوهاش الحق ديالها، لانه كيرجع عليها الفضل من بعد الله، هي اللي عطاتنا فرصه باش لعبنا وصنعنا اسم ديالنا واحترفنا ومشينا كاع داك الشيء اللي كنا كنتمناو نحقوه، حققناه بسبب الرجاء من بعد الله عز وجل. هادشي اللي كاين دونك درتي الامارات مع الراجا كي دازت الامور ديك الساعه من بعد ما درتي من الامارات هذاك الحمد لله، هذاك العام كنقول لك عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، رجعنا دينا الشامبيونه، مشينا اللي جروب ديال الشامبيونز ليغ اللي كنا الراجا شحال هذه ما مشات لهم، ومشيت مع ايريك جيرتس، كان تيعيط لي على المحلي للار. داكور دونك جاب الله التيسير الفورمه بقات هي هذيك مزيان الحمد لله. لا كنت تمحن في الماتشات الاولين، كنت تمحنت لانك باش تجي وتحبس واحد الفتره ديال 6 موا مثلا صعيبه، ما سهلاش، ما تلعبش الماتشات، كانوا هذيك الساعه ما تقدر، لا توقفتي هذاك المشكل ديال الدوباج، ما عندكش الحق حتى تريني مع لي زيكيب، داكور كتوقف من كل شيء. انا الفتره ديال فاش ترينيت مع الرجاء، كنت كنتسنى غير يتحل المشكل، اما جات الاوكي بان راه لابوراتوار تساد وكانوا اختلالات وداك الشيء، غير باش نريقلوا المشكل وتجي البيت صورتي. داكور كتسنى غير الفارقة ديال المحكمة باش تبدا ديك الساعة تلعب ماتشات الفارقه ديال في المحكمه باش تجيك البيت صورتي وتبدا تلعب.
باكور جات دازت هذيك المرحله مع الرجاء، داز مستوى عالي ديتي الحمد لله شامبيون. الحمد لله، وخرجنا عاوتاني، خرجنا عاوتاني من الباب الكبير، مشينا للسعوديه اللهم لك الحمد. كيفاش جاك العرض ديال السعوديه؟ واش كانوا شافوا في الامارات وكانوا متبعينك هنا فاش كنتي في الرجاء في الاول؟ شوف دابا شوف نقول لك واحد، كيقول لك معرفه الرجال كنز، نور والرجال قال تماما لك الجبال، الجبال ما تلاقاش والرجال تلاقى. اكزاكتو. علاش انا، علاش انا هذاك، علاش انا العجلاني، العجلاني بقيت ديما كنحتارمه، رغم انه كانوا طروا لي مشاكل معاه في الامارات، انهم السبب من بعد الله فاش غنمشي السعوديه هو هذاك السيد. هاكاك كانوا الناس شافوك شي ماتشات مع الرجاء، والناس بغوك، وشافوا دي فيديو ديال لي ماتش عندي في الامارات، شافوني واحد لاكسيون مع العجلاني، والعجلاني كان ديجا درب نادي الشعلة. داكو. سولوا العجلاني قال لهم شوفوا خذوه وعينيكم مغمضين، رغم انني كان طراو لي مشاكل كبيره مع العجلاني في نادي الامارات، الى درجه وصل معايا غير انا ولا هو في النادي. فديك اخر الوقيته واحد ديك الساعه مع الامارات، الامارات قال يا انا، وديك الساعه انا كنت كنماركي لهم امبوسيبل امبوسيبل، الى درجه ان انا واحد فاش قال لهم هذه الكلمه ديال يا انا يا هو في الفرقه، وصالحنا البريزيدون كان صالحنا، وجا الماتش ديال نادي النصر، لعبنا في تيرانا ربحنا بدو زيرو، ماركيتهم بجوج، سال الماتش ويجي عندي الشيخ بريزيون قال لي شوف كل ماتش غنضل ضاربك انت المدرب. باش تمشي الامور مزيان. بقات ماركي لي غير خداها بالضحك، غير خداها بالضحك. قلت لك انا ملي جا العقد ديال السعوديه، اخر واحد كنتسناه يهضر عليك بحال هكا، بحكم ان قلتي شوف هذاك الشيء اللي داز انا وياه في الامارات، راه امبوسيبل يتخيلوا يهضر عليك بحال هكا في السعوديه. تماما. علاش؟ هذاك السيد كبر لي في عيني بزاف. مشيت للسعوديه الحمد لله ربي، من بعد التوفيق ديال الله مشيت بديت كنماركي، الى درجه واحد دونك هما 15 ماتش. هما السعودية جاو تبعوك هنا في الرجاء، ما شافوكش في تبعوني في الإمارات. الرجاء، هما لا تبعوني في الرجاء. قولوا العجلاني قالوا ليه خذوا بعينكم مغمضين. دابا تبعوني في الرجاء، وكانوا كيشوفوا لي فيديو ديال هذاك، شافوني واحد الماتش مع نادي الامارات، واحد لاكسيون تعانقت انا والعجلاني، وديجا هو كان حيت هما هذوك الخليجيين ما كياخذوك تيسولوا عليك، هما اول حاجه كيهتموا بها هي لا ديسيبلين، كيفاش داير هذا اللعاب، اول كيسولوا عليك هذه خوده من عندي يا طارق خويا، واخا تكون كطير، واخا تكون كطير. شي العجلاني كنا قال لهم كلمه واحده، راه ما عندكم ما ديروا به، ولا عافي المشاكل وهذه، الله يمي ياخذوك بالله، بلاتي خويا الله واحد يمي ياخذوك. العمراني كيسلم عليك، انا ما شفتش الميساج ديالو، ولكن ما عرفتش الكونت ديالو هو ولا لا، حيت شحال من خطره تيطلعوا دي فوا تيقول لك انا هو فلان، ولكن اتضح على انه هو هشام. تحياتي. تحيه لخويا هشام، علاش حيت ديما كنديروا لايف شاق جور انا وياه وسيمو اول حاجه وسعيد فتاح، فتحيه لهم بزاف، لاننا تقريبا تقريبا لو كونت ما عرفتوش علاش، لان دي فوا كيطلعوا دي فوا كونت وتيقول لك انا فلان، ما كان بالله بالسلام فلان، ما كتعرفش واش بصح ولا لا، هادشي علاش. لا لا هشام، سير 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 كو هشام، تو غيكون كيشوفنا، فتحيه لهم صراحه، لانهم خوتنا، وهادشي اللي كنربحوا من الكره خويا طارق. من بعد ما كتسالي، من بعد كتسالي الكارير ديالك، كتبقى العلاقات الحمد لله، علاقتنا مزيانه مع كاع اللعابه اللي لعبنا معاهم، هذا هو الفضل من الفضل ديال الله سبحانه وتعالى، العلاقات دي، لا مع الجمهور لا مع اللعابه اللي لعبوا معاك، هادشي هذا هو الربح الكبير من الكوره، اللهم لك الحمد. كيف ما قلت لك، معرفه الرجال كنز. كناز قلتي كويلا الجبال ما تلاقاش والرجال تلاقى، تبارك الله على السي هشام العمراني والجزائري كله، تبارك الله الرجال. انا قلت لك اخويا طارق، ملي خرجت من الامارات قلت عمرني ما بقيت غنتلاقى مع العجلاني. شوف علاش قلت لك انا، راه الجبال تلاقى ما تلاقاش والرجال تلاقى، هو كان هو السبب انتقال ديالي من بعد الله لنادي الشعله، وجا دربني في نادي الشعله. واحد المساله بعد هذه النقطه مهمه جبتي اخويا حسن، وهي انه قلتي اول حاجه كريتير كيكون عند اللعاب ولا ديسيبلين بالنسبه للخارج، وتيسول على اللعاب
مزيان مزيان واش ديسيبليني واش لا عاده باش كيديروا لي برومي فوا هذه راه مهمه. حيت اخويا طارق كيسينو معاك دي كونطرا اللي كبار، راه خاصهم يسولوا عليك مزيان ابار الكره، لا ديسيبلين كيدير، واش كيتضارب مع اللعابه، واش غيدير لنا مشكل في الفرقه، واش غيبدا يضارب لينا مع هادي، ضارب لنا مع هادي، واش غيدير لنا مشاكل. علاش؟ حيت كيقول لك انا ما نجيبش واحد اللعاب اللي ممكن انه يلعب معايا، غنجيبه بكونترا كبيره اللي غيلعب معايا واحد الشهر ويدير لي المشاكل ويدير لي هادي. خاصني نجيب انا اول حاجه تكون لا ديسيبلين ديالو مزيانه، داكو هذه نقطة وغيدخل مهمة. ليا مع الجروب، غيدخل ليا مع الجروب وما يديرش ليا مشاكل في الجروب وما يضربش ليا مع اللعابه. راه حيت كيسولوا بزاف، اي قبل ما يديروا اي كونترا كيسولوا على اللعاب. دونك قلتي انت واحد لقيت انا العجلاني عمرني ما غادي نتلاقى معاه، داز داك المشكل بيني وبينه، سديتي هذاك الفيلم، سديتي هذاك الباب، شو كيفاش سديت دارت، وباش شو غنعرفها، كيفاش الدور سبحان باش الله. غنعرف اخويا، باش غنعرف اخويا طارق. يا هذيك مشيت كنقول لك انا لعبت معاهم تقريبا واحد الالي كله، كنت انا هو البيتور ديال الشامبيونه في السعوديه. واحد النهار كنا معروضين عند البريزيدون في الدار، جبدنا الهضره بحال هكا، قال لي عرفتي شكون اللي استشرنا معاه باش نجيبوك، اول مره غنعرفه. قلت لي شكون؟ تخيل معي اخر واحد انا تحطه في دماغك انه يهضر عليك بهذيك هو العجلاني، سيفتو هذاك الشيء اللي طرا لي معاه في الامارات. قال لي كيقولوا لي هو سيدي احمد، سيدي احمد العجلاني. قلت لي ما تقولاش. قال لي والله حتى هو. سبحان الله. قال لي وقال لنا خذوه وانتم عينيكم مغمضين. ايوا شوف علاش هذا رجل تاع سبحان الله العظيم، فريمون كنت صدمت انايا. كنت هذاك المشاكل اللي طراو لك معاه في الامارات كنت كتقول عمرني ما بقيت غنشوف هذا السيد كاع. وشوف، وهذاك السيد كبر ليا في عيني، وليت كنحترمه بزاف، لان كاين شي وحدين الله يسمح ليهم كي غير هما دايرين بحال هكا، الهدف ديالهم هما يقصروا على الناس العقود ديالهم، لان كاين اللعاب الله يحسن العوان عندهم مساكن عائلات عندهم هذا، في عوض كلمه خيبه الواحد يقولها زوينه. تمام، فهم اللي يقول خايب غتخرج غتوقف للسيد في رزقه في كونترا ديالو اللي ممكن انه يصوفي عائلته يصوفي بزاف الحوايج، بزاف الناس دايرين به، ممكن انت بهذيك الكلمه توقف ليه في رزقه، تريب ليه المستقبل ديالو. تخيب ليه المستقبل ديالو. دابا العجلاني كان ممكن بكلمه واحده كان يفسد عليا هذاك العقد كامل، وانني مشيت معنا دي شعله وليت لاعب معاهم انا 3 سنين ونص في الدوري السعودي. كان ممكن بكلمه كان يوقف لك في هذيك 3 سنين ونص اللي قدر يوقف لك بانك تقدر تصوفي عائلتك وتصوف بزاف الحوايج. دونك تحيه للعجلاني زعما الصراحه هذه المشاهدات مسائل شوف زوينه في هذا لي لايف اخويا حسن، وهو كتعرف حقيقه ديال الاشياء اللي ربما دي فوا كيوصل لك الميساج بواحد الشكل مغلف، ديال واحد الكرتونه ولا ما كيوصلكش الحقيقه ديال الاشياء، ولكن كتخرج الانسان من فمه كتسعى صافي قضي الامر ما بقاش لا، حتى شغل تقول لك. هذاك السيد عنده واحد سيستيم في لونترينمون، سيد صاري صارم صارم، وكيغوت بزاف في لونترينمون، يغوت في الماتشات، يغوت بزاف ديال الحوايج، ويقدر يتشانق معاك في لونترينمون، يقدر يتشانق معاك في الماتش، سيرتو كيغوت بزاف، تقدر انت ما تقبلهاش واحد النار ما كيخليكش تلعب ترونكيل، تقدر. وكيخرج من تيران فيه الاب، فيه الاخ، فيه الصديق، فيه كل شيء اللي يطيح لك على بالك تلقاهم في داك السيد. انا من بعد فاش عشت معاه التجربه ديال السعوديه عاد عرفته مزيان، قربت ليه مزيان وجلست معاه مزيان. هذاك السيد كتشوف انسان خارج التيران وانسان واحد اخر داخل التيران، كيقول لك انا ملي كندخل التيران كنترفع، كيبدا يخوت بحال اللي عمره ما عرفك. كيخرج التيران كنقول لك انا ابار التيران، كيخرج التيران يعرض عليك في دارو وما يخلي ما يدير عليك، ويستعشر معاك ويسولك على ليكيب وكل هاك، يدخل التيران يبدا بك حتى الاول. دونك موراها في الروتور هو غادي يجي يكمل معاكم في نادي الشغل. جا معنا جا 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 الروتور. شوف الحمد لله انا بالزربه بديت كنماركي، درت الاسم ديالي في الفريق، ولا حتى انا عندي كلمه ديالي في الفريق وهذاك الشيء، ولا البريزيدون كيستاشر معايا. كان واحد المدرب ما توفقش معانا، جا قال لي شنو رايك في احمد العجلاني، انا قلت ليه خذو وانت مغمض عينيك. يا سلام يا سلام، زوينه رجعتيني. وجع
لا الحمد لله، وربي برافو برافو وربي راه ربي شاهد عليا، برافو راه ربي عليك. شاهد عليا. حتى هو جا سولني قال لي شو رايك، راه غنجيب احمد العجلاني، قلت له خذه وانت مغمض عينيك. ماشي هذا هو الخير بالخير. لا عندي الحمد علم. لله، ولا زدت عليه كلمه راه ما يسمحش لي حتى لغدا يوم القيامه. لا واه خويا وفاش جا عرفها، فاش جا عرفها والحمد لله توطات العلاقه بيني وبينه بزاف، لواحد الدرجه ان قلت لك هو ابارتيران كتلقى فيه الاب الاخ الصديق كتلقى فيه كل شيء، الله يعمرها دار. غير هو مسكين كيبغي ديما يربح، عنده واحد كاركتير ديال لونترينمون ديال الخدمه ديالو وداك الشيء تحترم. هذوك ماشي دي ديفو، هذاك انسان اللي يقدر يكون عنده ليكسيف في الخدمه، ليكسيف في هذاك الانفعال، ولكن بيان سور المعقول في المعقول. شوف لونترينور الله يحسن العوان. دابا حنا ملي سالينا الكره بدينا كندخلوا لهذا الدومين ديال التدريب اللي تي كتقلب على لي ديبلوم وداك الشيء، ولينا كنعذروا لي زونترينور اللي دازوا معانا، متابع بالنتائج. كاين بزاف الحوايج اللي كيحطوهم مسكين في هذاك الضغط، علاش كتلقاه ستريسي كيغوت باغي يربح باي وجه. الله يحسن العوان، الله يحسن الله العوان كاع يحسن المدربين، الله يحسن العوانهم. الله يحسن النوال. باش نرجعوا لواحد النقطة، واحد السيد قال لك الناس بالناس والناس بالخير والناس بالخير ولا خير بالناس. سي مصلح تماما اخويا، هذا الشيء اللي كاين زعما الحمد لله. ان جيست اللي زوين بزاف، نبيل شي فيها النبل، فيها شي حوايج زوينين، لا من ناحيتك انت لا من ناحيته هو، وخاصة وهو انه هو في الاول، لان هو وفي الطريقة قال ديالو لك معاه اكروشيتي معاه في الامارات. بيان سور بيان سور، وفي الطريقة ديالو هو، شي طريقة ديالو هو في التدريب. أنا كتجيني بزاف قريبة من محمد. فخير محمد تا هو قريبة من محمد، سيختو حنا في سيختو محمد تكتيكيا، في التكتيك كيخدم معاك مزيان ويغوت عليك، وسيختو في الماتشات كيقول لك اللاعب المغربي ولا اللاعب العربي بصفة عامة ما خصكش ما تغوتش عليه، كتقول لك الا ما غوتيش عليه كيسها، خصك ديما تبقى تغوت عليه، توريه فين يوقف، توريه تفيقه. دابا هو تقريبا قريب لمحمد، حتى محمد بحال هكا سيختو تكتيكيا. العجلاني تا هو تيخدم، عنده صرامه تكتيكيه اللي معروفه على التوانسه بصفه عامه، التوانسه كامله تكتيكمون كتلقاه كيخدم معاك. سيختو حنا المغاربه، سيختو في اللعابه عزيز علينا الكره، عزيز علينا نخدموا كل ما هو التكنيك، كل اعطيناها الكره، اعطيناها الكره نبقاو نجريو معاك حتى الغدا. ملي تخدم التكتيك هما والله يحسن العوان، كما قلت لك اخويا طارق، راه المدربين كتلقاهم ساكن خصو يلقى هذاك التكتيك ولا هذيك الخطه اللي تربحوا. هادشي اللي كاين. بيان سور بيان سور. وجبتي محمد فاخر، محمد فاخر على ذاك محمد فاخر، واحد الماتش انا ما كنتش عارف واحد انه تيغوت، حتى وسط الماتش يغوت بزاف، واحد الماتش ويكلو عرفتي راه صوته هو اللي جبتيها. انت سمعتي غير في ويكلو. في الترينمون احنا راه التيران مطبل، دونور مطبل، وكتسمع سميتك. وسط الصداع والطبولة قسما بالله حتى كتسمع سميتك ملي كيبدا يغوت عليك، والله حتى كتسمع سميتك. اخويا ماشي ما سهلاش هذا اللي تدريب، الله يكون في العون اخويا، الله الله يكون يحسن العون، الله يكون في العون، الله يكون في العون، الله يحسن، الله يكون. سيختو حنا ملي سالينا الكره ودخلنا للتدريب، كتلقى بزاف ديال الحوايج كتبدا تعذر، غير بعدا باش تقرا باش تعرف التكتيك، حيت كلعاب لا علاقه معك كمدرب، كتحيد الكارير كتحيد الثوب ديال اللعاب، كتلبس الثوب ديال المدرب، كتلقى بزاف ديال الحوايج. راه المدرب والله ما تنعس اخويا طارق، والله ما نعستي. كل نهار والبونتوش كتعلم، كل نهار كل ونهار. كنقول لك انا قبل ما تجلس في البونتوش، غير باش توجد هذيك، باش توجد بريباراسيون، ولا باش توجد لا سيونس ديال النهار، ولا بروغرام ديال، ولا بروغرام ديال لا سيمين، ولا بروغرام ديال الشهر، راه ما كتنعش عليه. كيف الصباح كيجي كيتكسل. مساله اخرى، كتعامل مع اكثر من 20 لاعب، كل العقليه ديالو كيفاش دايره، وخصك تهضم العقليه ديال اللاعب. يقدر يعطيك ماتش يكون مزيان، يقدر المورال مو مزيانش، يقدر يعطيك ماتش ما يعطيكش في ذاك الماتش، بزاف د الحوايج كيلعبوا لي ديتاي صغار اللي هما مهمين في الكره، انت كتعرف هذا الشيء سي حسن. بيان سور بيان سور، راه باش تجيري جروب، باش تجيري جروب راه صعيب، فيه واحد
فيه واحد كيلعب تيتولير، فيه واحد ما كيلعبش، فيه واحد كطلعو التريبين، فيه واحد ما كتكونفوكيش، فيه واحد درتي ليه شونجمون ما كيتقبلوش، باش تجمع هاد اللعابه كاملين، تقنع هذاك اللي ما كيلعبش، وتقنع هذاك اللي ما كيطلع تريبين، وتقنع هذاك اللي درتي ليه شونجمون، بزاف راه الله يحسن العوان. راه كنقول لك اباراتشي كامل باش توجد لهذيك لا سيونس ديالك اللي كتجيك ديرها كل نهار، راه ماشي ساهل. هادشي اللي كاين. داز هذيك 3 سنين اخويا في الشعلة من بعد جا العجلاني، داز الامور مزيان الحمد لله مع العجلاني خديت انا تروازيام بيتر في الدوري السعودي. باش داكور. تاخذ تروازيام بيتر في السعوديه ما كتلعبش في نادي كبير اللي بحال الهلال ولا النصر ولا الشباب ولا الاهلي ولا ماشي الاتحاد سهل، اللي ماشي كينافسوا سهل. على الالقاب، ماشي سهل. باش تماركي 15 بيت مع نادي الشعلة ودي تروازيام بيتور، راه ماشي سهله سيغتو في ماشي الدوري السعودي. وهذه مناسبه، مناسبه باش ندير شابو الحمد لله خويا، لانه انا لعبت في الدوري السعودي وكنعرف القوه ديال الدوري السعودي والمنافسه ديال الدوري السعودي. باش تحقق الارقام اللي حقق حمد الله خاصك تكون سميتك حمد الله. ما سهلاش، نيفو طالع بزاف. ما سهلاش، ما سهلاش بتاتا، سيختو النيفو طالع، الريتم ديال الكره طالع، اعلاميا دوري قوي، جماهيريا انت هما تبارك الله في الماتشات ديال الديربيات الهلال النصر ولا الكلاسيكوات ما بين اتحاد الهلال ولا النصر الهلال الاهلي ولا شوف، راه كنقول لك الى درجه ولاو كيلعبوا ثمانيه المحترفين، ثمانيه المحترفين كيجيبوهم على اعلى مستوى، راه كيتزادوا معاهم غير ثلاثه المواطنين، راك بحال الى عفلا ليغا، بحال الى عفلا ليغا. تمام. هذوك اللعابه كيجيبوهم دي كونترا ديال الهبال، اللي جايبينو ب 10 المليار، اللي جايبينو ب 18 مليار، جايبينهم من انديه كبيره في اوروبا. ماشي انديه مغموره ولا مويه ولا شي حاجه، كنقول لك انا مينيموم ديال اللعاب باش كيسيني، راه كيسيني. وسيختو هما دخل هذاك، دخل الشيخ ولا كيجيب لهم، كيعطي ميزانيه للانديه، ميم الانديه العاديه والانديه المتوسطه كيعطيهم ميزانيه باش يجيبوا محترفين على اعلى مستوى باش يزيدوا في القيمه ديال الدوري السعودي. ولينا كنشوفوا ميم انديه عاديه كنا كنشوفوهم جايبين المحترفين على اعلى مستوى باش تفرض راسك وتحقق الارقام اللي حقق حمد الله، ماشي سهله. وخاصه ان الانديه كلها كتلعب بثمانيه اللاعبين المحترفين، راه بحال حمد الله سجل هذوك الارقام في الدوري الفرنسي، انا بحال الدوري الفرنسي ولا الدوري البرتغالي ولا الدوري ويقدر يكون احسن شويه من الدوري الفرنسي ولا الدوري البرتغالي، نظر يقدر القيمه يكون ديال احسن. نظر القيمه ديال اللعابه اللي كيجيبوه، القيمه ديال الا موارد اللعب. تفرجتي في الهلال، الا تفرجتي في الهلال وشفتي المحترفين ديال الهلال والقيمه ديال المحترفين ديال الهلال، راه ما يمكنش. لا هادشي اللي كاين، رامين راه كتلقى فيهم جيفينكو، كتلقى فيهم غوميز، كتلقى فيهم ادواردو، كتلقى فيهم تياغو نيفيس، كتلقى راه لعابه راه لعبوا في واحد البيروفي كان تيلعب في بنفيكا، كيلعب تيتيلير في بنفيكا، جابو كيلعب مع باش تحقق هاد الارقام اللي حقق حمد الله، راه شابو، راه خاصه الارقام اللي حقق حمد الله راه خصنا نحترموا هذاك السيد، راه سي با فاسيل باش تحقق الارقام اللي حقق حمد الله. انا كندوي معاك بانني بحكم انني لعبت في الدوري السعودي وعارف القوه ديال الدوري السعودي، هادشي اللي ماشي سهل، ماشي سهل باش تحقق الارقام اللي حقق حمد الله. شنو هو الفوارق اللي لقيتي ما بين الدوري الاماراتي والسعودي؟ حنا عرفنا المغربي معرفي، المغربي كاين فيه شغف، كاين فيه جمهور، كاين فيه واحد لومبيونس اللي ما كتلقاش في الدوريات، ولكن مقارنه بين الدوريات الخارجيه، الدوري الاماراتي والدوري السعودي، شنو هما الفوارق اللي لقيتي؟ الفرق ما بين الدوري السعودي والدوري الاماراتي في المتابعه الاعلاميه ديال الدوري، في الحضور الجماهيري، في الحماس ديال الانديه. الا جينا كنشوفوا السعوديه، المتنفس ديال السعوديه كامله هي كره القدم، ماشي بحال الامارات عندك دبي تقدر تخرج التسوق تمشي للمولات تمشي لهادي، عندك في السعوديه المتنفس ديالهم هي الهضره على الدوري السعودي، المحترفين ديالهم. كنقول لك انا تكون كتلعب في اي نادي في الدوري السعودي تمشي للحرام يعرفوك البوليس ديال الحرام بحكم القوه الاعلاميه ديال الدوري السعودي. وهذه انا كنعتبر اخويا حسن كاين واحد المسابقه ديال احسن محترف الدوري السعودي من ضمنها دوري بلوس،
واحد لابليكاتور حتى في ستوري، والناس في النهايه دابا الكل من حمد الله ودريس في التوحيد عندنا ديال هذه الحسن. مناسبة، هذه مناسبة بعدا باش ما نظلموش الناس، لأن حمد الله، أنا جبت حمد الله على سبيل المثال، جبت عبد الله على سبيل المثال بحكم الأرقام اللي حقق، بدون ما نغفلوا على بعض، بدون ما نغفلوا على الأسماء الأخرى اللي كتقدم مستويات اللي كبيرة، منهم فتوحي، منهم الثنائي اللي كاين في الرائد، أنا الثنائي اللي كيلعب في الرائد بحكم أنني لعبت في الرائد متبعهم وكنسمع الكلام عليهم من الجمهور بحكم العلاقة اللي بقى كتربطني مع اللعابة ولا مع الجمهور، فوزير والداودي اللي كيقدموا مستويات مزيانة مع نادي الرائد، عندك العطوشي مع نادي أبها اللي كيقدم مستويات كبيرة، تبارك الله الأحمدي باش دير كابيتان في نادي الاتحاد، خصك تفيق الصباح بكري باش دير كابيتان في نادي الاتحاد، عندك أمرابط اللي كيقدم مستويات كبيرة الى جانب حمد الله في نادي النصر. الحمد لله المغاربه، المغاربه نقول لك اخويا طارق، المغاربه كوكب، وكان عند مراكش هو محمدي. الحمدي تبارك الله تا هو كيقدم مستويات. شوف راه الدراري هادو اللي كيلعبوا دابا ممكن انهم يسمعوا الكلام، راه انا قبل ما نمشي تما يلا كتوقف في الدوري السعودي بحكم السمعه اللي خلاو المغاربه في الدوري السعودي، لا احمد البهجه، لا هشام بوشروان، لا صلاح الدين باصير، لا لعب جليل حدا، لا بيضوضان، لا الداودي، تبارك الله خلو اسماء كبيره، يلا كتوقف انت في الدوري السعودي مغربي واش كتلعب بحال هادو؟ يعني ضغط ضغط اسمع، ضغط كيتزاد على ضغط، خاصك هذيك الصوره اللي خلو هادوك الناس خاصك تحافظ عليها. الحمد لله جيت انا هذيك البيريود كان معايا عصام، حتى هو تبارك الله الراقي، كنت انا في الشعله هو في الرائد، الحمد لله كان كل شيء كيتكلم، هو كان باغي انديه كبيره، انا كان باغي انديه كبيره، خلينا نفس الصوره، جاوا الدراري من ورانا الحمد لله، الدوري السعودي ديما كانت معطيه للمغاربه تما. وكنتمناو باش يتحلوا الحدود ان شاء الله ويرجعوا خوتنا واللعابه المغاربه تما اللي كلهم مجموعين دابا في الشتا كيتسناو ان شاء الله تحل الحدود وياخذوا الطياره يجوا المغرب ان شاء مرة الله الجايه ان شاء الله يدخلوا سالمين ان شاء الله. اتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله، لانهم الحمد لله كيبصموا على مسار جميل في الدوري السعودي، وخليهم هما ديما الحمد لله كنفتخروا بهم انهم ديما حاملين المشعال وديما مخلين الصوره ديال اللاعب المغربي، كنتمنى ديما تبقى الصوره ديال اللاعب المغربي، لانهم هما كيلعبوا دابا غيحسوا بها، لان الصوره اللي واخدين على اللاعب المغربي ديما واخدين عليه صوره طيبه، والناس اللي سبقونا انهم خلوا صوره طيبه، وهادو اللي كيلعبوا دابا تما الحمد لله خلاو صورة طيبة. تا ما يكفي ذكر كي قلتي حمد الله، ادريس، التوحيد، عطوشي، الدراري كلهم الحمد لله، الحمد لله. عندهم اون بون ايماج تما، الله يكملهم بخير، ونتمنوا كيف قلتي يرجعوا ان شاء الله في القريب العاجل. لا كتعرف ما كاين لا طيارات لا والو، شحال هما محبوسين دابا في الكونفينمون، الله يحسن العوان، الله يحسن العوان. هادشي اللي كاين. حسن داز 3 سنين مزيانه مع نادي الشعلة، دخلتي موراها المغرب، عاود لينا على ذاك الرجوع عاوتاني المغرب، احتراف مستوى عاوتاني، نزلتي المستوى اخر، رجعتي انت دابا قلتي ملي كتكون في مستوى رجعتي مستوى اخر، انا كانوا ظروف عائليه، كنت انا خصني نرجع للمغرب، سيرتو هذاك بيريود دوزت 3 زون ايدمي في السعوديه، باش الحياه في السعوديه صعيبه بزاف، راه الدراري اللي كانوا كيسمعونا راه غيحسوا بيا، حيت صعيب باش صعيب صعيبه بزاف الحياه في السعوديه باش تكونوا واقعيين. ناحية صعيبة أخويا حسن، بالنسبه للحياه، الحياه تما صعيبه، راه ابار تحية الكره. السيدة أول تحت بينا خويا رضا، مرحبا. تحيه لخويا رضا. قلت لك باش تعيش في السعوديه صعيبه، ماشي هي الامارات، ماشي هي قطر، فكل ترك الا كنتي فهي اجواء زوينه بالنسبه لواحد باغي يلعب الكره، كتبقى كونسونطري غير على الكره، ما عندكش فين تخرج، ما عندكش فين تمشي، ما عندكش فين تدور، ما عندك حتى شي حاجه تمشي لها، كتبقى كونسونطري على الكره، كتزيد كتضرب واحد البيريود فريمون خصك تبدل، كتعيا تمل، تتمل تتمل. ابار هادشي كانت عندي انا ظروف عائليه، وكان روما الله يذكره بخير، روما وكان لح عليا بزاف باش ندخل المغرب، سيختو هو عاش واحد التجربه جديده مع لي فار، اثر عليا بزاف فريمون، اكسبتيت بحكم انه كان دوس معاه، كانت بقات علاقتي زوينه، وكان ديما كان حتى ملي كان في الكويت كان كيصر باش نجي عنده وداك الشيء، الا انني كان كيربطوني عقود مع الانديه ديالي في السعوديه ما خلانيش. هي هذيك ملي جيت مشيت مع وانا ما, 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 ما عمرني كنت ندمان، لان نادي الجيش الملكي نادي كبير، نادي مرجعي، عطى بزاف ديال اللعابه للمغرب، عطى لعابه كبار، زعيم ديال كره القدم الوطنيه، الا انه
كان عاش بزاف ديال المشاكل اللي حنا دخلنا فيها، اللي مستحيل ان اللعاب يقدر يعطي في هذيك الاجواء، خاصه انه 11 سنه ولا 10 ولا 10 سنوات كيتخبط في نفس المشاكل. جينا حنا كنا ضحيه ديال هذوك المشاكل ولاو اللعابه، فانا ما كنلومش اللعابه. كان في الجيش ديك الساعة فاش جيتي انت في القيد، واش ها الجروب ما كانش، شنو من نوعية المشاكل اللي كانت في الجيش ديك الساعة فاش جيت الجروب ما كانش، كان ديك النوعية ديال الساعة التفاهم بين الدراري؟ كان عندنا احسن جروب، الجروب اللي كان عندنا ممكن ينافسوا به على الشامبيونه ديال المغرب، ولا ممكن على الاقل دو كاس العرش. كان عندنا جروب على مستوى. المشكل اللي كان في الجيش مشكل نفسي، مشكل بسيشيك. ولاو الناس 10 سنين الجمهور ولا كيطالب بالنتائج، ولاو كيجي كي وكاين الله يسمح لهم شي واحد الفئه من الجمهور اللي مختصه كيجيو غير يعيروا الكوميدي ويعيروا اللعاب، الله يسمح لهم. هذه غير فئه محسوبه على جمهور ديال الجيش الملكي، لان الجمهور الجيش الملكي اللي كيبغي الفرقه ديالو جمهور واعي، اللي عودنا دائما يعطي ليكزومبل في المدرجات، اللي عودنا دائما انه يساند الفريق ديالو في السراء والضراء، الله يحسن العوان. الجمهور حتى هو مسكين عيا ما يصبر، جات واحد الفتره اللي هي ديال 10 سنين ما بقاش قادر يتحمل. ولاو اللعابه سيختو حنا مع روما وفريمو كانت عندنا فرقه زوينه. المشكل لعبنا واحد 3 ماتش ولا 4 ماتش الاولين ما مشاتش معنا الكره، اللعابه هبطوا يديهم بالزربه، كيقولوا راه نفس المشاكل اللي تخبطنا فيها راه بحال العام اللي فات، ولاو عايشين في نفس الدوامه هذه. الحمد لله احنا دخلنا بحال هكا، ما ساعدتناش الجو، وكان مستحيل انك تقدر تعطي في هذيك الاجواء، لان مستحيل ان اللاعب يعطي في هذيك الاجواء. الحمد لله دابا شلنا هذا العام مع طالب، وشلنا الكوميتي انه عطاو واحد دايرين واحد استراتيجيه ديال العمل، داروا واحد المشروع، جابوا مدرب اللي دخل معاهم في هذا المشروع. انا كنظن انا طالب دخل مع الاداره في هذا المشروع، خاصهم غير شويه ديال الوقت. الجمهور ديال الجيش الملكي صبر بزاف، خاص يزيد يصبر شويه باش يلقاو فريق اللي في المستوى، وعنده كاين بوادر ديال الفريق اللي في المستوى. انا شفت بعض الماتشات اللي لهاد السنه كاينين لعابه اللي في المستوى اللي خاصهم غير شويه ديال الوقت يصبروا على المدرب، لانهم عاشوا وجربوا، كل سنه كيبدلوا 10 لعابه 9 لعابه 15 لعاب ما نفعاش. جابوا دراري صغار داروا واحد المشروع، جابوا مدرب دخل معاهم في هذاك المشروع، خاص شويه الوقت. الجمهور خاص غير يصبر شويه. هادشي اللي كاين غير رجع للزعيم، لان الزعيم خاصو يرجع. هادشي اللي كاين مكه المكرمه، الناس اللي متبعينا مقبله سيتي تحيه ليه حتى هو مباشره. دونك اخويا حسن، كيفاش تقييمك المرحله ديالك مع الجي؟ فالصراحه كان انا ما كنتش ندمان، مي كنت انا كان بامكاني نقدم اكثر من هذاك الشيء اللي قدمت مع فريق الجيش الملكي، لو كانت البيئه تساعد، لو كانت الظروف تساعد انك ممكن، لانني هذيك السنه كانوا جو دراري اللي في المستوى، كان نيت جا هشام العمراني، كريم فقروش، كان جا سعيد فتاح، كان تما لعابه شاكير، كان نغمي، كانوا دراري اللي في المستوى، كان عندنا ايكيب اللي في المستوى، كان ممكن اننا ننافسوا على الالقاب. كنقول لك الظروف وهذيك الدوامه اللي عاشوا ديال 10 سنين ديال المشاكل، وليتي كتخسر ماتش ولا جوج ماتشات الدراري كينزلوا يديهم، يعني كان خاص الثقه ما بقاتش، الثقه فقدات في المجموعه، وهادشي اللي ما خلاناش حنا كجايين جداد ما عاوناش، ما ساعدناش باش 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 نتادابطاو ونتانتيغراو مع ليكيب باش نحققوا نتائج ايجابيه ولا تعيش المستوى الحقيقي ديالك. هادشي اللي كاين اخو حسن، ولكن محطات كلهم دازو، بالنسبه لك انت شنو المسائل اللي ندمتي عليها ربما في المحطات ديالك والمراحل اللي دوزتي في لاكارير؟ انني عمرني ما ندمت، الحمد لله، بحكم انني فيما مشيت خليت البصمه ديالي. عمرني شوف الكره كلها قرارات، والقرارات كاين القرارات اللي كتوفق فيهم بقدره الله عز وجل، وكاين القرارات اللي ما كتوفقش فيهم بحال الحياه. فالحمد لله حنا نشوف كما كيقولوا الحلوه والمره، ماشي نكونوا فرحانين غير بالقرارات اللي توفقنا فيهم ودوزنا باركور زوين، حتى القرارات اللي ما توفقناش فيهم فالحمد لله خير من عند الله سبحانه وتعالى. هادشي اللي كاين ازا خطره دوزتي
الكرة في الأمبيونس الكرة، خلي الجانب المادي وخلي الأمور أخرى. الراجع الراجع بلا ما تفكر، يعني الراجع اخويا الراجع، أحسن بيت الاجواء مارسيليا ديال الكره، الحماس ديال الكره، الحب للكره، الامبيونس ديال الكره، كيفاش دير الالقاب، كيفاش تطلع البوديوم، كيفاش. شوف الفرقه الوحيده اللي دارت لينا كل شيء، راه كيقول لك اللعاب اللي كيخرج من الكره عمره ما طلع البوديوم، راه حسب راسه بحال ما دوش الكره. وهذا الشيء هالشيء مع الرجاء مع هالشيء الراجل طلع لي كل شيء. احسن بيت ماركتينغ في الكارير. احسن بيت ماركيت بزاف اخويا طارق، اللي بقوا عالقين في الاذهان ديالي، في الذهن ديالي. مي الماتش ديال، شوف انا غنقولها بدون ما لا كلاش لا والو، لانني علاقتي زوينه مع الجماهير كلها، اللهم لك الحمد. والله العلي العظيم اخويا طارق، الماتش ديال الديربي ديال الروتور ديال 2010 اللي كان من حدا كورنير، انا ما الظرفيه اللي جا فيه والوقت اللي جا فيه، كان كنا خاسرين، وكان ممكن الا كملنا خاسرين، راك عارف الحساسيه ديال الديربي اللي ممكن ان يدخلنا لودوت والجمهور ديالنا يكع علينا، ممكن تمشي لنا الشامبيونه، وسيرتو دخلنا في الامطار الاخيره من الشامبيونه، كان ممكن لا قدر الله خسرنا، ممكن يدخل لك شويه الشاك والجمهور يدير عليك بريسو، وممكن تمشي لك فيها الشامبيونه بحكم البلاصه اللي جنبك. دوز سيمانة وانت سيمانه تقدر، احنا بقات لينا ديك الساعه، بقات لينا شي اربعه الماتشات، بقات شي خمسه الماتشات الشامبيونه وسالي، وحنا خصنا نديو الشامبيونه، ممكن تمشي لك شامبيونه الا خسرتي هذاك الماتش. هادشي اللي الحمد كاين. لله جا هذاك الدير، جا هذاك البيت اللي تعطيني العوده دابا واحد 100 مره ممكن من ماركياج. بيت كتشوفها كتقول صعيب، بيت صعيب اللي جاو من زاويه، جا من زاويه صعيبه اخويا طارق، صعيب باش تماركا، وصعيب باش يبقى يتعاود يتماركا هذاك البيت، جا من زاويه صعيبه، والوقت ولا بريسيون، وخاسرين. الحمد لله هذا، شوف راه كتخدم وكتخدم وكتخدم، مي التوفيق في الاول والاخير كيجي من عند الله سبحانه وتعالى، هادشي اللي كاين، هادشي اللي كاين. راه التوفيق ما كيجي من عند الله، راك كتخدم عليها. راه حنا كنا الحمد لله كتسالي لونطريمون، كتضرب واحد 40 كوفرون في النهار، كدير اللي عليك، كتخدم، وفي الاول والاخر كيجي التوفيق من عند الله. سيرتو حنايا فتحية الخويا ياسين الحظ وبوجاد اللي كنت كنشدو معايا من وراء اي لونطريمون، كنبقى نخدم معاهم لي كوفرون وهداك الشيء. لكن انت كتخدم 30 مي في الاول والاخر، لما كانش التوفيق من عند الله راه مستحيل تمارك. هادشي اللي كاين، هادشي اللي كاين اخويا. شكون اللعاب اللي تيبان لك دابا حاليا في الرجاء، لعاب شي حاجة كتقول هذا يقدر ما يتعاودش واحد السنين، ونهضرو كذلك على اللعاب لي جون اللي طالعين اللي تيبان لك نتايا اللعابة غادي يقول الكلمة ديالهم، لا زريدة ولا كذلك سبحان ولا تميزوا الدراري كاملين. شوف شوف، الا جينا ندوي، وانا ديما غنموتيفي الدراري الصغار، الا جيت نهضر على محسن متولي راه الكارير ديالو يهضر عليه، حفيدي كارير ديالو يهضر عليه، بدر بانو الكادر كارير ديالو يهضر عليه، شاكير تبارك الله، هادو ما محتاجينش لي انا نهضر عليهم. علاش؟ بصموا على كارير كبير، داروا كارير كبير الحمد لله، البصمه ديالهم باينه، باينه للعيان، باينه في الرجاء، سيختو محسن، بدر بانون، حفيدي تبارك الله، كاين هذاك الوليد الرحيمي تبارك الله كيقدم مستويات اللي كبيره، خاصو غير شويه يخدم شويه قدام البوطو، ان شاء الله عنده لي كاليتي باش يمشي بهم على اوروبا، بوركوا با، خاصو يخدم اللمسه الاخيره. انا اللي بغيت نهضر عليهم هو هاد الوليدات اللي جبتي لي، الوليدات الصغار سيختو هاد الوليد ليدا زريده سكحال تميزو، كاين هذاك الوليد كوم افون سونتر سميتو بكاري، كاين الدراري اللي في المستوى اللي ممكن الحداوي تا هو كوم غارديان بوت، هاد الوليدات الى حضروا الراس وخدموا، ماشي الراجل اللي تستافد منهم. وواحد النهار نفكرك اخويا طارق، مرحبا، الى ليكيب ناسيونال ان شاء الله غتستافد منهم، والى حضروا راسهم وخدموا على راسهم ممكن نشوفوهم في الدوريات الاوروبيه، لانهم عندهم كل
عندهم كل، انا ماشي كنقول هاد الا كانوا كيسمعونا راه ماشي كنقول هاد الكلام باش نهبط لهم، راه هاد الكلام خاصهم ياخذوه بوزيتيف، هاد الكلام يخلي انهم عندهم لي كاليتي باش يخدموا وباش يوصلوا، خاصهم غير يخدموا على راسهم ان شاء الله. عندهم كل شيء باش يكونوا لعابه كبار ويلعبوا في المنتخب الوطني ويلعبوا في اوروبا. هادشي اللي كاين هبطيت هو الاخوان كلهم اللي ما ذكرناهمش يسعدوا هبطي، لان دراري صراحه تفرجت فيهم انا سيختو الماتش كونتر لي فار، شت الا تفرجت يا خويا طارق كانوا لعبوا تقريبا، لعبوا بالدراري الصغار بزاف، لعبات الفرقه كامله تقريبا لا. شت مستقبل ان شاء الله الا كانوا الدراري يخدموا على راسهم الرجاء ما غتلقاش مشكل في واحد في اللعابه واحد 10 سنين. لان كاين هذوك مؤشرات ديال اللعابه كبار جايين جايين اللي غتستافد منهم الرجاء والمنتخبات الوطنيه. هادشي اللي كاين وهادشي اللي كنتمناو، الرجاء ديما عطاتنا لعابه لعبوا في مستوى عالي. سي مزابي مرحبا عاوتاني، مذكور حتى هو الاخوان كلهم اللي مذكور، كوماريار دروا، صراحه كاين دي جون صراحه. وشوف وغنرجع غنشيد بالدور الكبير اللي كيقوموا به الاطور، وخاصه ملي ولينا كنشوفوا لعابه اللي داروا كارير كبير في كره القدم في كره القدم الوطنيه اللي رجعوا الميدان ديال التدريب وشناهم في الاداره التقنيه ديال الرجاء، لا هشام الى مسلوب لا حجري لا حجري لا بوشعيب المباركي لا ارمومان الى عمر النجاري. ملي كتشوف الترسانه ديال الاسماء في الاداره التقنيه ما يخليك الا تشوف زريده بحال زريده وتميز ومذكور، راه ما يمكنش لعاب دوز كارير كبير. ولحسن حظ هاد الوليدات انا كنعرف جمال السلامي مزيان بحكم انني خدمت معاك، عزيز عليه الوليدات الصغار، عزيز عليه الدراري الصغار وتواجد معاه في الطاقم التقني ديالو يوسف السفري اللي ما كيظلمش وكنعرفوا الاخلاق ديالو، لان خاصهم يستافدوا بالوجود ديال هاد جوج الناس ومعاهم هشام بوشكرا. خاصهم يستافدوا لانهم ما غيلقاوش شي واحد اكثر من هادو اللي غيعطيهم الفرصه، يستافدوا مع هاد المدربين لانهم في الاول والاخر مغاربه غيعاونوهم وغيتعاونوا معاهم وغيعطيهم لوكازيون ديالهم. هادشي اللي كاين، هذه فرصه ذهبيه كيف قلتي بالنسبه للوليدات كاملين باش حنا كنعرفوا وكنعرفوا على جمال سلمي في اي نادي مسك كيعطينا اسماء صغيره. هادشي اللي كاين، اي فريق مسك في المغرب كيعطينا اسماء. هادشي اللي كاين، الناس خويا حسن دابا مورا لا كارير ديالك دازت تبارك الله في الكارير كيف قلت في الاول نقيه، خليتي صورة زوينة ما بينك وبين الجمهور ماشي غير الدراجة ديال المغرب كله، ما بين حتى الفرق اللي احترفتي فيهم، موراها شنو كدير؟ شنو اللي كتفكر ان شاء الله توصل ايه تدريب بطبيعة الحال؟ شنو المشاريع ديالك؟ عبرنا شوية على حسن من بعد الكارير ديال الفوتبالر. شوف بحكم ان لا بريسيون اللي عشنا في الكرة، انا بحكم انني كنتكلم على راسي بحكم انني لعبت في نادي كبير اللي مطالب بالالقاب اللي هو الرجاء البيضاوي، عشت تجربه احترافيه، راه الناس اللي كانوا الدراري اللي كيسمعوا التجربه الاحترافيه حتى هما كيوضعوا عليك ضغط كبير، حتى كيجيبوك كلاعب محترف كيتسناوك انت تقدم الاضافه، انت تعطي البلوس، انت تربح الفرقه، انت ديفوندي، انت تحرس، انت دير كل شيء، يعني بريسون وحده اخرى، يعني الكارير ديال كامله دازت في لابريسون، كتقول غنسالي كره غنرتاح غنبعد من الكره كتريح اخويا طارق غير واحد 3 شهور صافي كتبدا كيشدك الحنين للكره، كتقول راه ما يمكنش لي نبعد من الكره، واحد الدومين اللي كبرت فيه عشت وسط منه راه مستحيل نبعد منه، مستحيل. سيختو انا من ورا سالي الكره درت دي بروجي، دخلت الدومين ديال ريستوراسيون، درت لي ريستورون اللي كلهم ستريس، كلهم خاصك تكون واقف، خاصك دير، خاصك تشعل، خاصك وهاد لو ستريس ديالهم كامل ما استطاعش يبعدني من الكره. خلاني بالزربه انني ندخل بدفع الدبلومسي، الحمد لله خديت الدبلومسي ليسونسي، وكنت غندوزو ليسونس بي الا ان جات كورونا، ان شاء الله من بعد كورونا ندفعو ليسونس بي، وبوركوا با ان شاء الله هذاك الشيء اللي ما حققناش كلعاب نحققو كمدرب، لان الحلم فهو مشروع. تمام، راه حتى شي راك كاع اي حاجه كتبدا بحلم، تمام، كتسالي بكارير،
تمام. انا من حقي الحلم نكون كانني كاحسن مدرب ان شاء الله نكون في كره القدم الوطنيه بوركو با. الحلم ديالي كلاعب كان كنت كنتمنى نمسك نلعب في الرجاء، دابا اصبح الحلم ديالي كمدرب بوركو با واحد النهار نشد الرجاء بوركو با. هذا هو السؤال اللي كنت غادي نسولك، شنو ملي تولي ان شاء الله تاخذ الدبلوم او تريني الفرقي، شنو الفرقه اللي تبغي تريني؟ دابا جاوبتيني على هي الرجاء. شوف قسما بالله خويا طارق، كان العلاقه الحمد لله طيبه مع الناس كاملين اللي خدمت معاهم الفراقي سيختو في السعوديه، كتربطني معاهم علاقه مزيانه، كيقول لي تاخذ لي ديبلوم، البيبان كلهم محلولين ليك جيت تخدم. مي الحلم ديالي، الحلم ديالي اللي هو مشروع، واحد النهار كون اونترينور ديال الراجل. علاش لا؟ كل شيء عند الله ممكن. بيان وعندك سور. شوف كامل حيت حنا حيت باش تلعب في الرجاء كلعاب كان حلم، بحال دابا كما كنقول لك واحد النهار تريني بالرجاء كان حلم، كانت كتجي كبيره واحد النهار نلعب في الرجاء. شي كيف ما دابا كتبان لك واحد النهار تريني بالرجاء كانت بحال هكا قبل ما نلعب في الرجاء. هادشي اللي كاين. والله سبحانه وتعالى كيقول لك ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل، الواحد يدير اللي عليه ويخدم وراه ربي راه الحمد لله الا كان يرزقك راه غيرزقك. والله يحب العبد الملحاح اللي هو خايف شم يا يعاود يطلع ينوض يطيح وينوض لا يقصر. لا شوف لا ما تخافش ما تخافش با. وحنا احنا بطريق احنا رجعنا من الدوباج كاع من الدوباج. وياه كنتي قلتي الكارير ديالك كلها سالات ورجعتي وكملتي، الحمد لله اللهم لك الحمد. شوف لا. اي حاجه حتى حاجه بعيده عند الله سبحانه وتعالى، بالخدمه كتوصل لهداك الشيء كامل اللي باغي. واخ، واحد السيد من قبيله هو تيسولنا او كسبوع تصبحوا على خير سي طارق، ما باش يسولوا على 4-4. اسيدي نسولك على 4-4 يعني. ما باش يسولوا على 4-4. انا ماشي مشكل ماشي مشكل نجاوبو. شوف هذاك الماتش عشناه لا في لي استوديو اللي كانوا كيداروا، هذاك القناه اللي دارت لي استوديو اللي غطات هذه المباراه والاجواء ديال المباراه، فعطات الديربي الحجم ديالو، هضروا علينا كبلد بعدا، عطونا القيمه ديالنا، كيفاش هضروا على المغرب، كيفاش هضروا على السياحه ديال المغرب، المناظر الخلابه ديال الجمال ديال المغرب، دخلوا للديربي عطاو الحجم ديالو. وربي ما خيبناش، اللعابه كانوا في نهارهم، الجمهور اللي عطى ليكزومبل الحمد لله، لا الجمهور ديال الوداد لا الجمهور ديال الرجاء، كان قد الحداث وكان رائع وخلى الاجواء رائعه، واللي انعكست على ارضيه الملعب ريمونتا كانت غتكون من نتيجه تاريخيه، اعطاتنا ريمونتادا تاريخيه. انا كنحيي ماشي سي با كيسيون ديال انا رجاوي، الوداد دارت مباراه كبيره، كنحيي اللاعبين ديال الوداد واللعابه ديال الرجاء، الوداد اللعابه ديال الوداد داروا مباراه كبيره، شنا ايقاع شنا كل شيء شنا بيوتا شنا مستوى كبير، غير باش ترجع من 4-1 وترجع في النتيجه سي با فاسيل اخويا طارق. راه كما قلت لك انا الرجاء كانوا غيخرجوا بنتيجه تاريخيه ضدهم، رجعوا بريمونتادا تاريخيه اللي معاهم، شنا اجواء صراحه باش ترجع في هذيك النتيجه. وهذه تحيه كبيره للجمهور ديال الرجاء، لان كان الفريق ديالو منهزم 4-1 وبقى كيدعمو وبقى كيشجع في الفريق ديالو حتى رجع في النتيجه، فهذه تحيه كبيره لهم، علاش اللي وصلوا لواحد النيفو ولاو يعرفوا كيفاش يدفعوا الفرقه ديالو باش تحقق نتائج ايجابيه، وشناهم كيفاش دفعوا. هادشي اخويا حسن ما عشتوش انتوما كان تمارك بيت جوج كيبان لي الماتش غادي كيبدا ديك الساعه. شوف هاد الديربي الاخر انا كنعتبره من احسن الديربيات اللي دازوا في التاريخ. عشتي شي ماتش بحال هذاك اخويا حسن؟ لعبتي شي ماتش بحال داك الشكل تقريبا؟ شوف كنتي كترجع في النتيجه ديال 2-0 و2-1 ترجع، اما 4-1 راه حتى في الخيال ما يمكنش، راه خلى هذاك المعلق اللي كان معلق راه مستحيل اصاحبي والله الا مستحيل. لا راه وسيختو في ديربي راه ماشي ماتش عادي. والوداد هذاك الماتش غير باش تكونوا عادي، راه الوداد كانت اون فورم، راه باش ترجع كونتر الوداد في والوداد اون فورم اللي يسيطروا
على واحد 80 80 دقيقه وماركيو اربعه البيوت وترجع في 10 دقائق مع فريق اللي محجم الوداد البيضاوي، راه شابو اللعابه ديال الرجاء وشابو ديال الجمهور ديال الرجاء. علاش؟ حيت الجمهور ديال الرجاء هو اللي خلى اللعابه يرجعوا، هو اللي دفع اللعابه. راه شنا الفرقه خاسره بربعه لواحد، وراه شنا التريبيل ديال الرجاء كله مازال ضاير، كل شيء كيشجع، كل شيء كيدفع في الفرقه. رجل المباراه في نظرك في هذاك الريمونتادا شكون اللي بان لك رجل المباراه؟ رجل هو الجمهور، هو الجمهور نمبر لا واحد. ديال الوداد، لا ديال الوداد، لا ديال الرجاء. واخويا حسن ما سخيناش بك، انت كانت معاك ممتعه وعرفنا وكشفتي لنا على بزاف حويجات ما كانتش باينه، ربما باينه ليك انت والناس اللي قراب ليك، ولكن الجمهور اللي تبع معنا والناس اللي كنا تقاسموا معنا هذا اللايف تعرفوا على بزاف حويجات جداد، فيهم مسائل زوينه فيهم حويجات خايبه، بحال المساله ديال المنشطات اللي كانت تقلش شويه الصوره ديالك، ولكن الحمد لله ربي نصفك ورجع ليك هذيك الاعتبار ديالك. برافو اخويا، تبارك الله عليك، نتمنى لك ان شاء الله مزيد من التالق في المسيره الجايه ان شاء الله ديالك. عرفنا انك في لا ريستوراسيون تبارك الله راه الامور غاليه مزيان، ولكن بغيناك في التدريب ان شاء الله تكون عاوتاني حسن الطير ديال التدريب ان شاء كلمه الله، اخرى عاوتاني. ان شاء الله، بوركوا با واحد النهار نكون هذاك الحلم ديالي اللي كنشوفه قدامي ان شاء الله يتحقق. وكنشكرك الاخ طارق، وكيف ما قلت لك الله انايا كنشكر آه كنشكر وانا متابع البرنامج ديالك، هذا اللي لايف ديالك الحمد لله. فهم في المستوى، الضيوف اللي كتجي في مستوى، كما كنشوفوا ناس من مكه المكرمه كيتبعوا البرنامج ديالك واللايف ديالك، كنشوفوا دراري صغار، كنشوفوا كيفاش كتموتيفي الدراري صغار وكتجيبهم كيطلعوا معاك. فكمل اخويا طارق، وكنتمنى لك التوفيق في هذه اللايف ديالك، وبغيناك ديما تبقى معنا طارق. عندك كيف احنا تكون فين معاكم. الموت تمشي علينا، لا 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 عندك كيف تفضل، تكون فين الموت تمشي علينا اخويا طارق. انا معاكم انا فرح، ولفناك اخويا طارق، احنا كذلك والتحيه لك، ونتمنى لك مسيره موفقه اخويا طارق. الله يخليك اخو حسن، معنا واحد مفاجأة تيسير ان شاء الله، الله يوصل معك واحد السيد من مراكش سي محمد، ارسم لك ان بورتري ديالك باش ان شاء الله نصيحتك فيه باش تبارطاجيه عندك الملا ديالو سميتو، وقال لك مثال الكونفينمون راه غادي يصيفط له الطابلو الامور كاينه بلا ما تحط براسك، راه ديجا هذاك الامور، ولكن هو محب ديالك محب للرياضيين اذا ما كنتش ان شاء الله، ان شاء الله، افيك بليزير اخويا. ذكروا الناس باش يصوتوا على الوحي وعلى حمد الله بالنسبه لمسابقه دوري بلوس، هذوك خوتنا ومغاربه بحالنا بغيناهم يكونوا ان شاء الله وصلوا الدومي فينال دابا ديال المسابقه ديال الدوري دريس التوحي نادي الحكم وكذلك حمد الله نادي النصر. تبارك الله عليكم، شكرا لك حسن، الله يخليك اخويا، شكرا اخويا طارق، سعيده ونشوفك على خير ان شاء الله. ان شاء الله، ان شاء الله، ميرسي بوكو، ميرسي بوكو، شكرا، تبارك الله عليك، شكرا لكم الاخوان، نتلاقاو ان شاء الله في لايف جديد غدا ان شاء الله مع فاتي زكريا، فاتي لاعب جاي ان شاء الله حتى هو يقول كل الكلمه ديالو كيقولها مازال غادي يقولها ان شاء الله. تلقاو غدا ان شاء الله، شكرا على المتابعه، تبارك الله عليكم، امسيه سعيده.